السلام عليكم. أتمنى كلكم تكونوا بخير يا جماعة. أنا يشرفنا أكون معاكم النهاردة تاني بعد المحاضرة بتاعة الأكوزيشن امبارح. إن شاء الله هبتدي محاضرة النهاردة. كان في سؤال من أحمد عبد الله امبارح عن في السايزمك داتا أكوزيشن، كان بيسأل يعني إزاي نحافظ على اللو فريكوانسي اثناء الاكوزيشن. يعني ممكن طبعا انا هجاوب، ممكن هو يسال السؤال تاني لو ما كانش، لو كنت انا يعني قريته او فهمت بشكل مختلف. احنا في الاكوزيشن اللي مسؤول عن الفريكوانسي، المسؤول عن الفريكوانسي اوف ذا سيزميك ويفز هو السورس اوف انرجي. فكل type of source تبع الديزاين بتاعه بيemits range of frequencies. تمام؟ يعني لو نفتكر امبارح احنا كنا نتكلم على نوعين رئيسيين من ال sources، زي اللي هو impulsive sources زي الديناميت مثلا والاير جان، وزي الفايبروسايز اللي هو vibratory. بالنسبة للفايبروسايز احنا بنعمل بروجرامينج للفريكوانسي رينج اللي احنا عايزين نبعته تحت الارض، وبالنسبه للايرجان والديناميت برضه لهم حسابات معينه عشان الفريكوانسي. النقطه ان انا ببقى حريص جدا وانا بعمل اكوزيشن تو كولكت از وايد رينج اوف فريكوانسي از اي كان، يعني ببقى عايز اسجل رينج كبير جدا من الفريكوانسيز. ليه بقى؟ ليه يا شباب؟ لان الفريكوانسي مسؤوليه كبيره جدا عن السيزميك ريزوليوشن، وجزء معين من السيزميك ريزوليوشن اللي هو البيد ثيكنس. يعني طبعا احنا عارفين ان ال سيمنتري روكس بتترسب ان لايرز، تمام، وطبعا بسيكنسيز مختلفه، يعني في ثيك سيدمنت وفي ثين سيدمنت. فكل ما كان عندي رينج كبير من الفريكوانسي اقدر اشوف الثين بيد والثيك بيد في نفس الوقت، تمام. فالمسؤول دايما بيبقى عن الثين بيد، اللي بيشوفها بيبقى الهاي فريكونسي. احنا سؤالنا دلوقتي على اللو فريكونسي. اللي بيحصل ان احنا واحنا في الفيلد زي ما قلنا امبارح بنعمل نويز تيست، يعني ببتدي اسجل النويزز اللي موجوده في الفيلد اللي انا بعمل فيه الاكوزيشن. فلو كان في نويزز موجوده في الفيري لو فريكونسي فبعمل لو كات فلتر، بعمل لو كات فلتر. طيب ولو كان عندي يعني رينج كبير من او 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 نويزز موجوده في الهاي فريكوانسي فبعمل هاي كات فلتر. فده بيبقى انا مضطر اعمله عشان دو نوت ريكورد الداتا وهي فيها نويزز، تمام. ففي الحاله دي لو انا مضطر ان انا اعمل لو كات، يعني لو كات يعني بعمل ريموفال للو فريكوانسيز، ده ببقى مضطر لو هو نويز، لو هو فيه نويز. طب انا بستعيد عنها ازاي لو انا بعمل، هل انا لو انا بعمل في السايزميك يعني ميثود بعد كده، لو انا بعمل انفيرجن، لو انا بعمل سايزميك انفيرجن بحتاج اللو فريكوانسي ده، فبضطر ان انا ابيلد اللو فريكوانسي موديل باستخدام او باستخدام الداتا بتاعت الويلز. لو عندي ويلز في المنطقه، لو ما عنديش ويلز بشتغل طبعا بالرينج بتاع الفريكوانسي اللي هو موجود عندي. لكن لو اللو فريكوانسي ما فيهوش نويزز مش هقطعه في الفيلد، هسجله يعني زي ما هو. فانا ما بشيلش فريكوانسيز من الداتا بتاعتي الا مضطر، الا هي نويزز، وهنشوف الكلام ده النهارده في البروسيسنج ان شاء الله. يعني احمد كده لو عايز تسال تاني او تكمل السؤال انا ممكن تسالني دلوقتي قبل ما نبتدي في المحاضره الثانيه بتاعت الكورس. تمام. طيب عموما زي ما قلنا امبارح يعني انا منتظر اسئلتكم. امبارح كان في اسئله جميله جدا منكم الحقيقه، وفتحت مواضيع جديدة يمكن.
او اكتر. فانا بشجعكم تاني ان انتوا تسالوا، سواء لو تقدروا تسالوا وانا بتكلم في وسط المحاضره او في الاخر بعد ما نخلص، يعني اتس اب تو يو، يعني شوفوا ايه اللي انتوا شايفينه افضل. و يعني في انتظار اسئلتكم ان شاء الله للمحاضره النهارده ان شاء الله. يعني احنا نتكلم عن السيزميك داتا بروسيسنج. طبعا زي ما انتم شايفين العنوان انا مسميه اوفر فيو في سيزميك داتا بروسيسنج، لان السيزميك داتا بروسيسنج اكبر بكتير قوي من ان احنا نتكلم عنها ساعتين بس. فزي ما اتكلمنا امبارح او حاولنا نجمع واتس اول اباوت الاكوزيشن، سيزميك داتا اكوزيشن، هنا برضو ان شاء الله نحاول النهارده نجمع واتس اول اباوت السيزميك داتا بروسيسنج. هنرجع واحنا بنتكلم في البروسيسنج عن حاجات كنا فتحنا موضوعاتها في الاكوزيشن امبارح. طبعا فيل فري ان انتوا تسالوا سواء في الاكوزيشن او في البروسيسنج او في اي برانش يا جماعه على فكره في السيزميك، يعني مش لازم اكوزيشن او بروسيسنج بس، اي ابلكيشن في السيزميك تقدروا تسالوني، او اي حاجه كمان في الهيدروكاربون اكسبلوريشن انجن. ان شاء الله النهارده دي الكونتنتس بتاعه المحاضره. في الاول هنعمل ديفينيشنز وهنتكلم عن بعض البرنسبلز، هوريكم اكزامبلز من السيجنال اند نويز، ايه هعرف ازاي ان انا عندي سيجنالز يعني ايه، ويعني ايه عندي نويزز، تمام. وبعدين هنتكلم عن السيزميك بروسيسنج فلو سواء كان في البري ستاك او البوست ستاك، وبعدين الداتا بتاعتي الفورمات بتاعتها بتتكتب اسمها ايه الستاندرد فورمات. وبعد كده هناخد ريل داتا اكزامبلز على معظم البروسيسنج ستيبس اللي احنا هنتعرض لها في البدايه. طبعا في البدايه انا عايز اقول لكم ان يعني البروسيسنج ان جنرال هي مسؤوله عن increasing the signal to noise ratio. يعني ايه signal to noise ratio؟ عشان نفهمها احنا يمكن قدمنا لها امبارح، هنتكلم واوريكم شكلها دلوقتي. احنا امبارح قلنا ان السيزميك انرجي او الداتا اللي احنا بنعمل لها ريكوردنج هي ساوند انرجي، اوكي. فمثلا لو انا بتكلم دلوقتي معاكم، لو حصل مثلا ان في جنبي صوت اي حاجه بتحصل، مثلا خبط مثلا زي ما انا بخبط كده، تمام، انتوا مركزين عايزين تسمعوا صوتي، فصوتي ده بالنسبه لكم هو السيجنال، لكن الخبط اللي انا كنت بخبطه ده يعتبر نويزز، يعني هو unwanted energy، تمام. يبقى السيجنال هي الwanted energy والنويزز هي الunwanted energy. البروسيسنج هو يبقى يعني الهدف الرئيسي منه هو increasing signal to noise ratio. يعني معنى الكلام ده ان انا مش لازم اعمل removal للنويزز 100%. عشان كده احنا في الاندستري دايما نقول we attenuate noise، يعني بنقلل النويز بنضعفها، عشان كده بنتكلم عن increasing signal to noise ratio. طبعا البروسيسنج هي خطوه يعني مهمه جدا زي ما هنشوف دلوقتي during المحاضره، يعني لاني بالبروسيسنج ممكن اسيب عندي fake structures، يعني structure تحت الارض ما هياش ليها وجود اصلا واشوفها على السيزميك داتا، او اعمل ريموفال structures المفروض موجوده وهي يعني شاد بسبب اي خطوه من خطوات البروسيسنج. طيب تعالوا نبروسيد نشوف كده بعض الديفينيشنز والبرنسبلز. طبعا بفكركم ان احنا كسيزميك ميثود، كسيزميك ريفليكشن ميثود، احنا امبارح سميناها ايه؟ سي ام بي سيزميك ريفليكشن ميثود، تمام؟ اللي احنا بنستخدمها في الهيدروكربون اكسبلوريشن. هي بتتكون من 3 ستيجز، 3 مين ستيجز، تمام؟ لان كل خطوه منهم ليها ستيجز ملازمه ليها. فمثلا اول خطوه في السيزميك اكسبلوريشن هي السيزميك اكوزيشن، تمام. السيزميك اكوزيشن هي كولكتنج للسيزميك داتا زي ما قلنا امبارح، ولكن بيسبقها البلاننج. لازم اعمل بلاننج، لازم ابقى عارف انا من الاول عندي كام تارجت عايز اسجله، هل تارجت واحد ولا مالتي تارجت، الديبث بتاعهم ايه، الديب بتاع الجيولوجي ايه، وابتدي احسب الجروب انترفال بتاعتي عشان اقدر ايمج اعمل ايمجنج لكل الريفليكشنز اللي جايه من السبسيرفيس جيولوجي.
واعمل سامبل ريد مظبوطه عشان ما يحصلش عندي اليسنج اند سو اون اللي هي البارامترز اللي احنا اتكلمنا عنها امبارح. ثاني ستيج هي السيزميك داتا بروسيسنج. السيزميك داتا بروسيسنج فيري كريتيكال فيري كريتيكال يا جماعه، وعدد قليل على فكره اللي بيشتغل فيها من الجيوفيزيست يعني تمام، لكن معظم يعني معظم الناس اللي خدوا كورس البروسيسنج سواء يعني احنا في جامعه اسكندريه او في الجامعات الاخرى فعلا بيقدروا يشتغلوا في البروسيسنج. العدد بتاع الناس ما بيبقاش كبير، ولكن يبقوا يعني عندهم سكيلز عاليه جدا، لان في البروسيسنج بنحتاج يبقى عندنا معلومات كبيره جدا عن الساينس وعن الجيوفيزيكس اتسلف بشكل كبير. الخطوه الثالثه اللي طبعا كلكم عارفينها فاميليار بيها هي السيزميك داتا انتربريتيشن. السيزميك داتا انتربريتيشن يعني بنبتدي بيها من الكونفنشنال، ان انا اقدر اعرف يعني ايه السب سيرفيس ستراكشر، اقدر اعرف الاستراتيجرافي، اقدر ادخل في السيزميك استراتيجرافي او سيكونس استراتيجرافي، ممكن مع البروسيسنج يعني بروسيسنج انتربريتيشن اعمل اتريبيوتس، ممكن اعمل سيزميك انفيرجن، ممكن اعمل نيورال نتورك عشان اقدر اعرف الفيزيكال بارامترز اند سو اون تمام. فيبقى هم 3 ستيجز رئيسيين، اتكلمنا امبارح على واحده منهم اللي هي السيزميك داتا اكوزيشن، النهارده بنتكلم عن السيزميك داتا بروسيسنج. طيب عشان نبقى بنتكلم لغه واحده او فاهمين احنا بنتكلم عن ايه واحنا بنشرح في البروسيسنج، احنا قدمنا امبارح وشفنا يعني ايه سيزميك تريس، يعني السيزميك تريس ده بيجي منين، او السيزميك تريس ده ريفلكت ايه. فاكرين كنا بنتكلم على الاكوستيك امبيدنس والريفلكشن كوفيشنت تمام، وازاي بعد كده بترسم التريس بيك لو كان بوزيتيف ريفلكشن كوفيشنت وتراف لو كان نيجاتيف ريفلكشن كوفيشنت، قلنا دي اللي بنسميها البولاريتي ممكن تتغير، مفيش ستاندرد بولاريتي، المفروض اعرف بس البوزيتيف نمبرز بتتكتب بتترسم بيك ولا تراف في السيزميك سيكشن. طيب ده ايه انتوا شايفين ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن سيزميك سيكشن، ده فيرتيكال سيزميك ستاك سيكشن، وانا اعرف كلمه ستاك معناها ايه؟ ده الستاك سيكشن يعني ده الفاينل سيزميك سيكشن. ستاك لان هو ناتج عن خطوه في البروسيسنج اسمها ستاكينج، وهي اخر خطوه من الخطوات اللي احنا بنعملها في البروسيسنج، ممكن بعد كده نعمل بعدها بعض الانسمنت، لكن الستاكينج هي ذا ميجور او وان اوف ذا مين بروسيسز او بروسيسنج ستيب، فده اسمه ستاك سيكشن. ده بالظبط يا شباب فيرتيكال جيولوجيكال كروس سيكشن، ولكنه ان تايم يعني مش ان ديبس، ان تايم كمان ان تو واي تايم، لان السيزميك داتا بتتقاس عندي ونرسمها ان تو واي تايم، لاني انا بسجل الريفليكشن باك يعني الانرجي بتبقى خرجت من السورس نزلت ادي 1 واي، وبعدين اللي انا بسجله على السيرفيس هو ريفليكشن وسكند ويف، عشان كده بيبقى تو واي تايم. فاحنا شايفين الستاك سيكشن اللي قدامنا ده او السيزميك سيكشن فيرتيكال سيزميك ستاك سيكشن، ده اقدر ده الوحيد اللي اقدر اتكلم فيه عن الجيولوجيا، لان زي ما بقول لكم هو كانه فيرتيكال جيولوجيكال كروس سيكشن. فانتوا شايفين هنا في جيولوجيا اهي صح؟ يعني لو ركزتوا كده شويه نبص نلاقي في سنكلاين مثلا زي ما احنا شايفين في الجزء التحتاني من السيكشن، وفوق في جنتلي ديبنج ريفليكت. ده ستاك سيكشن بيبين السب سيرفيس ستراكشر واستراتيجرافي، كمان ده نظر سيزميك ستاك سيكشن فيرتيكال سيكشن. ده طب ده في ايه مختلف عن التاني؟ في جيولوجيا مختلفه تمام. فبصينا كده وركزنا هنلاقي ان الاستراكشر هنا فولتنج، اوكي شايفين الترمينيشنز ريفليكتورز وبيحصل انها متكسره ازاي، ده انديكيشن لوجود فولتس. كمان اقدر اشوف استراكشر تاني حتى في مثلا او دومر شيب اهو، ده ممكن جدا يبقى يعني صوت دوم في السب سيرفيس. طيب كويس، يعني انا بس بشد انتباهكم عشان نعرف ان احنا ده اللي احنا بناخده من السيزميك داتا في الاخر هو السيزميك سيكشنز اللي احنا شايفينها دي، او احد المخرجات بتاعتها. اللي انا عايز اقوله لكم بقى اللي انتم شايفينه ده تمام،
كسكشن كده، هو المفروض ان هو متكون من تريسز جنب بعضها، تمام؟ بس احنا رسمينهم جنب بعض بشكل كبير بحيث ان احنا نشوف الريفليكشنز بتاعتي كونتينوس. دي طبعا ديفرنت تايبس اوف ديسبلاي، يعني ده ديسبلاي كاني برسم السيزمك داتا بتاعتي ازاي، في طرق مختلفه، تمام؟ فهو لو انا يعني عملت كمان ايفن يعني زوم، ده وان تريس، هو السكشن ده بيلد اوف سيفرال تريسز موجوده جنب بعضها. لو انا خدت وان تريس عملت عليه زوم زي ما انتم شايفين كده، هيبقى عباره عن مجموعه بيكس وترافس. طبعا في بيكس وفي ترافس، طبعا انتم عارفين البيك من البوزيتيف ريفليكشن كوفيشنت اند سو اون، يعني عند كل بيك اللي هي السوداء تمام، وتراف اللي هي البيضه الناحيه الثانيه، البيك او التراف دي بتبقى بتبين لي ان هنا في انترفيس بتوين تو سكسيسيف جيولوجيكال لايرز، تمام؟ فده مثلا وان تريس. الوان تريس ده لو انا عملت عليه زوم اكتر فادي البيكس والترافس اللي انا اقصدها، عشان ما كانش حد واخد باله منها، تمام؟ يبقى السيزميك سيكشن في الاخر اللي انا بعمل له انتربريتيشن من ناحيه الجيولوجيا سواء ستراكشر او ستراتيجرافي، هو عباره عن مجموعه تريسز مرسومه جنب بعضها عشان تبين لي السب سيرفيس ستراكشر. طبعا كل بيك وتراف دي جايه زي ما انا قلت لكم من عند انترفيس بين طبقه واخرى من الجيولوجيا. فيبقى احنا دلوقتي عارفين تريسز، يعني السيزميك داتا بتاعتي تبقى دايما بيلد اب اوف تريسز. اوكي، هوريكم الفرق بين تو ديفرنت تريسز دلوقتي. لو انا عندي يعني الميثود بقى ككل، احنا امبارح اتكلمنا عن التكنيك بتاع الاكوزيشن بتاعنا اللي هو كان ايه؟ السي ام بي تكنيك. انا هفكركم بيه دلوقتي، بالسي ام بي تكنيك. يعني ازاي احنا بن اكواير السايزميك ريفليكشن ميثود، لاني في جزء من البروسيسنج تمام هيخدم موضوع الكومن ميد بوينت. فلو احنا شفنا، لو انا عندي سكسيشن كده زي ما انتم شايفين، يعني عندي تو لاير زي ما انتم شايفين كده، الصفرة واللبني اللي تحتها، ايه انا هعمل اكوزيشن. لما اعمل اكوزيشن عندي سورس وعندي ريسيفرز، طبعا السورس هو الاحمر هنا، وعندي خمسه ريسيفرز اللي هم الخضر اللي انتم شايفينهم. السورس هيميتس انرجي، هيحصل ريفليكشن لان انا عندي باوندري واحد هنا او انترفيس واحد بين الروك الصفراء والروك اللبن اللي تحتها، يحصل ريفليكشن عن الاكزامبل اللي انا بوريه لكم ده، فهيديني على الريكورد اللي انا بسجلها كسيزميك ريكورد، هيديني البيك اللي انتم شايفينها دي 1 بيك. فده معناها انا بعرفكم التريس جاي منين، يعني انا ازاي السيزميك سيكشن ده كله كان موجود. ده اللي انا بشوفه هنا عند ريفليكتور واحد، ريفليكتور واحد اللي هو انترفيس بين تو سكسيسيف جيولوجيكال يونتس او تو ديفرنت روكس. اوكي، فادي مثلا هيبقى بيك عند التريس اللي هو الاخضر، عند ريسيفر اللي هو الاخضر، تمام؟ طيب هل او انا سجلت تريس واحد؟ لا، احنا سجلنا هنا زي ما انتم شايفين كده، انا عندي خمسه ريسيفرز، فده اللي بنسميه الاكوزيشن جيومتري، ده او بنسميه يعني كومن شوت. يعني ايه كومن شوت؟ يعني زي ما انا عملت الشوتنج في الفيلد. طيب ده شكله بيبقى عامل ازاي لما بترسم تريسز جنب بعضها، اللي هو الرسمه اللي تحتها، اللي انا كاتب جنبها تريس جذر، يبقى ده جذر، تمام؟ يبقى انا الفيلد انا بعمل شوتنج بشكل اللي انتم شايفينه فوق ده، اللي هو السورس وجنبه ريسيفرز. السورس اللي ايميتس انرجي والريسيفرز دي هتسجل، بتترسم ازاي؟ يعني السيزميك بلوت هيبقى عامل ازاي؟ هو اللي تحتاني خالص ده جمع فيه تريسز منين؟ جايه من ريسيفرز، سجلت انرجي لما ريفليكتد باك من سورس واحد، عشان كده اسمها كومن شوت او كومن سورس ريكورد. فدي مجموعه التريسز اللي هي اتسجلت من الشوت بوينت الاولانيه دي، تمام؟ طبعا زي ما اتكلمنا امبارح، احنا بنعمل اكوزيشن من الحركه، فهبتدي اتحرك من الشوت بوينت، اسجل من الشوت بوينت واسجل لو طول اللاين زي ما شفنا الخرائط امبارح بتاعت ال 2 دي او 3 دي، هبتدي بعد كده هلاقي ان في كومن ميد بوينتس، يعني في سب سيرفيس بوينت هتتغطى اكتر من مره، صح؟ طيب هيبقى الجيومتري بتاعها عامل ازاي الكومن ميد بوينت؟ ده هي الرسمتين
اللي انا رسمتهم دول، الرسمه الفنيه اللي هي الاكوزيشن جيومتري دي طبعا ما كانتش موجوده في الطبيعه، لان انا اللي انا عامله هنا هتلاقي ان عندي كذا سورسز اللي هم الحمر، النقط الحمر او الدوائر الحمراء دي، وجنبها الريسيفرز. هنا انا عملت زي سورتنج، يعني كل جيت عملت سورتنج لكل الشوت بوينتس، خدت منها الكومن ميد بوينت يعني النقطه اللي هي اتسجلت في كل شوطه، جمعتهم مع بعض، دي عمليه بنسميها اسمها سورتنج، وبعدين بجمعها في جذر لوحدها هي كمان. ليه بعمل كده؟ لان دي طريقه زي ما انا قلت لكم. هعمل ليه بقى الكومن ميد بوينت؟ احنا لغايه كده ده اللي احنا اتكلمناه امبارح، ان انا اغطي السب سيرفيس بوينت اكتر من مره. ليه بتعمل كده؟ عشان المفروض ان انا هجمع السيرفيس بوينت دي على بعضها. طبعا شايفين الرسمه اللي اترسمت دلوقتي الجديده على ايدكم اليمين، اخر رسمه تحت، هتلاقوا ان الريفليكشنز بقت ستريت. ده انا عملت خطوه هنتكلم عنها دلوقتي في البروسيسنج اسمها نورمال موف اوت كوركشن، لاني التريسز دي كلها جايه من نقطه واحده في السب سيرفيس، ولكنها متسجله عند ديفرنت ريسيفرز وجايه من ديفرنت سورسز، فالاوفسيتس مختلفه. فاكرين الاوفسيتس اللي بنتكلم عنها امبارح؟ عشان كده كل الريفليكشن بتجيني عند ليتر تايم، كل ما الاوفسيت زاد كل ما التسجيل هيجي عند ليتر تايم. المفروض ان هم يكونوا في مستوى واحد. ليه؟ عشان هعمل هجمعهم على بعض واطلع الستاك تريس اللي احنا شفناه في السلايد اللي فاتت اللي هو الستاك سيكشن. ادي قصه التريس اللي انتم شفتوه في الستاك سيكشن جاي منين؟ جاي كل تريس جاي من كومن ميد بوينت، كل كومن ميد بوينت فيها الفولد، فاكرين اتكلمنا عنه امبارح، يعني كنت مسجلها كم مره؟ ممكن الفولد يوصل ل 1000، ممكن يوصل 240، تمام؟ وكل كومن ميد بوينت دي نقطه منها جايه من شوت مختلفه او من شوت بوينت مختلف. يبقى انا ده تكمله التكنيك بتاع الكومن ميد بوينت اللي احنا كنا بنتكلم عنه امبارح. يبقى انا بسجل السب سيرفيس بوينت اكتر من مره، تمام؟ وبعدين بجمع الميد بوينتس اللي هم كومن، يعني جايين من نفس السب سيرفيس بوينت جنب بعضهم، بعمل لهم نوع من انواع الكوركشن هنتكلم عنه تاني النهارده، ما تقلقوش، اللي اسمه نورمال بوت كوركشن. ليه؟ عشان اجمعهم يرجعوا يبقوا نقطه واحده. طب ما انا سجلتهم اكتر من مره ليه؟ عشان النقطه دي تبقى قويه وواضحه على السيزميك سيكشن، اقدر اشوف الريفلكتور بوضوح على السيزميك سيكشن. طيب طيب يبقى نرجع تاني. طيب والسيزميك تريس بقى يبقى عامل ازاي؟ احنا اتكلمنا عنه من شويه. لو انا عندي دي شوت ريكورد، يعني ايه شوت ريكورد او فيلد ريكورد؟ يعني زي الجيومتري اللي انا سجلته في الفيلد. ايه الجيومتري اللي انا سجلته في الفيلد؟ كان عندي سورس وفي مرصوص جنبه عدد من الجيوفونز او الهيدروفونز. لو انا في المارين، السورس لما بيمس انرجي الريسيفر دي بيسجل، وبعدين السورس والريسيفر دول بنسميهم زي سبريد، بيتحركوا كلهم مع بعض كانهم واحده واحده على الشوت بوينت اللي بعدها، وبعدين يتحركوا كلهم للشوت بوينت اللي بعدها اند سو اون. فلو احنا بصينا على الشوت ريكورد دي، طبعا زي ما بفكركم اهو الفيرتيكال اكسس هو تو واي ترافل تايم، ولسه قايلينه من شويه ايه معناه. هنبص على الريفليكشنز اللي عندي هلاقيها كلها مش جايه عند نفس الليفل. ليه مش جايه عند نفس الليفل من فضلكم؟ احنا لسه قايلين اهو. ليه؟ بص السهم اللي فوق في حاجه اسمها سورس ريسيفر اوفست. اوفست اللي هي الديستنس بين كل ريسيفر والسورس. طبعا الريسيفر اللي قريب من السورس هتجيله ريفليكشن في وقت اقصر من الريسيفر اللي ابعد من السورس، عشان كده ريفليكتور ولكن بيتسجل لي عن ديفرنت تايم. كل ما كان الريسيفر اللي سجله قريب للسورس هيجي لي عند ايرليير تايم، كل ما كان الريسيفر اللي سجل الريفليكشن اللي جايه من نفس الريفليكتور بعيد الاوفست بتاعه كبير هيجيني عن ليتر تايم، عشان كده احنا شايفينهم مايلين. فاول حاجه بتتسجل عندي فوق، لو اطلع فوق شويه كده كاتب انا دايركت ارايفل، يعني دي الانرجي اللي بتمشي من السورس على الريسيفرز دايركتلي. كمان بيبقى فيه معاها الريفراكشن هنتكلم عنها بعدين، بيجي معاها كمان الريفراكشن. لو بصينا تحت هنلاقي ان في جزء اهو في بيكس وترافس ماشيه اكروس ذا هول ريكورد اللي انا بسميها الريفليكشنز. ايه دي الريفليكشنز بقى اللي جايه من الجيولوجي؟ يعني انا لو انا عندي اثنين ريفليكشنز بس
لما انا معلم عليهم كده معناه ان انا عندي ثلاثه روك لايرز، صح؟ ان بين الروك لاير الاولانيه واللي تحتها انترفيس اعمل لي ريفليكشن، وبين الثانيه والثالثه انترفيس اعمل لي ريفليكشن، تمام؟ ده الجيومتري يعني. اند سورس اللي بديله النجمه الحمراء، والريسيفرز اللي هي الزرقاء اللي انتم شايفينها دي، ده الفيلد ريكورد، ده الجيومتري بتاعه الاكوزيشن ان ذا فيلد. طيب بعد ما بوصل للستاك بقى، بصوا الستاك هيبقى عامل ازاي. ادي الستاك سيكشن اهو، يعني لما اوصل للستاك سيكشن ادي الستاك سيكشن، حتى هيبان فيه جيولوجيا. حد شايف فيه جيولوجيا؟ ها نبص تاني كده عليه من فوق لتحت، ريفلكتورز واضحه جدا. هو اهي برضه فيه يعني جنتلي ديبنج ريفلكتورز في جزء تحت، ممكن يبقى فولت، صح؟ ممكن حد يقول ده انت كلاين. لازم نبقى عارفين بعض المعلومات عن الجيولوجيا عشان نقدر نعمل انتربريتيشن بشكل كبير. في الستاك سيكشن يا شباب يبقى معناه، فاكرين انا عملت ايه في السي ام بي؟ جمعت السي ام بي كلها في جذر واحد، وبعدين عملت لها نورمال فايت كوريكشن، وبعدين عملت لها ستاكينج، يعني جمعتها على بعضها فبقت تريس واحد. تريس واحد معناه ان كان السورس والريسيفر كانوا فوق بعض، يعني كان السورس كان فوق وتحت الريسيفرز، والانرجي نزلت وترد فيرتيكالي. ده المقصود بالموضوع الستاكينج. دي الثيري بتاعتنا بتاعت السيزميك ريفليكشن ميثود، بعملها سي ام بي عشان اسجل السب سيرفيس بوينت اكتر من مره، وبعدين اجمعها على بعضها عشان تديني نقطه واحده اللي هي يعني كتريس واحد، عشان تبقى الريفليكشن واضح زي ما انتم شايفين في الستاك سيكشن. فانا دلوقتي عندي تريس هنا وتريس هنا، صح؟ ده اسمه تريس وده اسمه تريس. بس التريس اللي هو في الفيلد ريكورد ها ريبريزنت ايه؟ ريبريزنت الريفليكشن اللي جايه عند وان ريسيفر، اوكي؟ لكن التريس الموجود في الستاك سيكشن هو ريبريزنت الانرجي ريفليكشنز اللي جايه عند وان ها وان ايه؟ كومن ميد بوينت، عند وان كومن ميد بوينت، تمام؟ لكن ده تريس وده تريس، ده اسمه تريس. يبقى تريس هو الخط اللي بنرسم عليه الريفليكشنز، تمام؟ يبقى احنا دلوقتي اتكلمنا، عرفنا يعني ايه فيلد ريكورد، يعني ايه ستاك سيكشن، ايه التريسز اللي موجوده بتبقى ريبريزنتد لايه، وكمان عرفنا الفرق بين التريس اللي هو موجود في الفيلد ريكورد او في السي ام بي او في الستاك سيكشن. انا مستني الاسئله، تمام؟ طيب تعالوا ناخد ديفينيشن تاني اكتر عشان نبقى فاهمين واحنا بنتكلم عن البروسيسنج، او انتم بتسمعوا البروسيسنج او بتقروا بيبر او بتكتبوا بيبر، نبقى فاهمين الكلام ده. نتكلم عن حاجه اسمها دومينز. يعني دومينز هنتكلم عنها مرتين في البروسيسنج. اول دومين اللي هو الجزرز، احنا اتكلمنا جزرز يعني ايه؟ يعني البلوت اللي انا مجمع فيه او جاذرنج فيه نوع معين من التريسز. احنا اتكلمنا على تو جزرز دلوقتي من شويه، عارفين ايه هما؟ ايه هما؟ الفيلد ريكورد، ده بنسميه الفيلد جذر او الشوت جذر، والسي ام بي جذر اللي احنا جمعنا فيها الكومن ميد بوينتس. زي ما قلت لكم احنا بنعمل صور، ده جذر وده جذر، يعني انا بعمل جذرنج للتريسز اللي فيها الداتا. طيب ده اللي احنا شايفينه، دول جذرز. اللي فوق خالص هتلاقوني كاتب عليه اوف ان اكوزيشن، تمام؟ السورس كان في ناحيه واحده والريسيفرز الناحيه اللي بعد دي، تمام؟ وده موست بروبابلي بنشوفه في المارين اكوزيشن. يبقى ده دي عباره عن فيلد جذر، او ممكن تبقى سي ام بي جذر، تبقى نفس الشكل على فكره. واعرف منين ان دي فيلد جذر ولا سي ام بي جذر؟ اعرف التريسز دي جايه من عند سورس واحد ولا التريسز دي جايه من ديفرنت سورسز ديفرنت ريسيفرز. لو ديفرنت سورسز ديفرنت ريسيفرز تبقى سي ام بي. انا عارف ان المعلومات تبقى لكم اكتر، بس عشان انا عايز افتح عندكم اسئله وعايزكم تعرفوا يعني جنرالي ايه المسميات بتاعه السايزميك داتا في البروسيس. اتفضل دكتور لو تسمع، هل في مصادر على النت نقدر نجيب منها معلومات عن الستيكنج اكتر؟ عن الستيكنج؟ اه طبعا. انت لو دخلت عندي في جروب اسمه جيوفيزكس مع دكتور حاتم فاروق، هتلاقي في بيبرز كتيره، هتلاقي في موفيز، ممكن تلاقي في الكلام ده. ممكن تدخل على سايت بتاع الاس اي جي اسمه اس اي جي ويكي،
WIKI ممكن تلاقي فيه الكلام ده، ممكن تدخل على الـ AABG هتلاقي فيه بيبرز فيها الكلام ده، هتلاقي الكلام ده موجود على النت كتير جدا. مجرد ان انت تكتب seismic stacking هتلاقي فيه موضوعات كتير. تمام. طب هو البيبرز دي بيبقى مكتوب عليها الشخص اللي هو يعني الكاتب مع التاريخ؟ اه طبعا، ايوه انت ممكن تنزل بيبر كامله. تمام ماشي. طيب يا جماعه، اللي هو الجزء اللي في النص ده انذر جذر، ممكن يكون شوت جذر او فيلد ريكورد يعني، او ممكن يبقى سي ام بي، لكن ده بنسميه سبليت سبريد لان السورس كان في النص والريسيفرز على الناحيتين، وده بيبقى موستلي بنستخدمه في اللاند او ممكن يبقى في الاوشن بوتوم كيبل. تمام. الاثنين اللي فوق اللي انا اتكلمت عنهم دول ممكن يبقوا ريبريزنت 2 دي اكوزيشن، لكن بصوا الاخراني اللي تحت شايفين هو نفس الريكورد بتاع سبليت سبريد، بس في حاجات منها جايه عند ايرليير تايم، في حاجات الايبكس بتاعها عند ليتر تايم. طبعا ايرليير تايم يعني اللي هي زي الشالو فوق، ليتر تايم يعني تحت، لان طبعا السكيل عندي 2 واي تايم. فدي ده عباره عن 3 دي. ليه 3 دي؟ فاكرين الجيومتري بتاع 3 دي امبارح لما وريتها لكم؟ لان لما يبقى عندي مثلا يعني انا هنا عندي 5 كيبلز جنب بعض، طبعا اللي في النص هو قريب من السورس عشان كده الانرجي بتجيله الاول، لكن اللي على الاطراف بعاد عن السورس عشان كده الانرجي جات لهم ليتر شويه. تمام. طيب فدول 3 دي اكزامبل من 3 دي، دول كلهم جاذرز، ودول بنسميهم كدومين بقى بنسميهم بري ستاك، يعني دول كلهم قبل ما نعمل ستاكينج ستيب. تمام. لكن ده مثلا عباره عن ستاك سيكشن زي ما شفناه قبل كده من شويه، لو انا شايف فيه جيولوجيا، شايفين الكونفورميتي اللي موجوده تحت دي الكونفورميتي رهيبه، ده في فولس كمان في النص، يعني مش ممكن اللاين ده فيه جيولوجيا في منتهى الجمال. اي بروسيس هعملها بعد الستاك سيكشن ده على الستاك سيكشن ده يعني يبقى اسمها بوست ستاك بروسيس. تمام. يبقى احنا دلوقتي في الديفينيشنز عرفنا ان انا عرفت ايه الفرق بين السيزميك تريس والجذر. تمام. وعرفت ان عندي ديفرنت تايبس اوف جذر اللي انا يعني مجمع فيها الداتا، وان انا اقدر اعمل بروسيسنج في البري ستاك وفي البوست ستاك. هتكلم اكتر عن الموضوع ده حالا. اي سؤال تاني يا جماعه؟ طيب احنا بنعمل ليه سايزميك داتا بروسيسنج؟ ليه بنعمل سايزميك داتا بروسيسنج؟ لما لو ده انا عايز كسايزميك ميثود ان جنرال، انا بعمل اكسبلوريشن للسب سيرفيس جيولوجي. سب سيرفيس جيولوجي يعني ببقى عايز اعرف الاستراكشر اند ستراتيجرافيك فريم ورك اللي موجود تحت الارض. تمام. فيبقى عندي جيولوجيا دي موجوده تحت الارض، اروح اخد الاكوزيشن سيستم بتاعي، السورسز والريسيفرز والريكوردنج، واسجل ويطلع عندي اسجل سيزميك داتا. ادي شكل الرو داتا اللي عندي، هبتدي اعمل لها بروسيسنج عشان اوصل في الاخر للستاك سيكشن. ده سامري اللي انا كنت لسه بحكيه من شويه، لان هوصل في الاخر للسيزميك سيكشن. الفيرتيكال سيزميك سيكشن اللي احنا شايفينه ده هو اللي بيبين لي سب سيرفيس جيولوجي. تاني هعيد تاني، ده عباره عن جيولوجيكال vertical او vertical geological cross section in time. geological vertical cross section in time. تمام. بس اللي انا شايفه عليه ده الريفليكشنز اللي موجوده او اللي هي الباوندرز اللي بين الديفرنت روكس وبعضها. تمام. تعالوا بقى نشوف يعني ايه سيجنال ويعني ايه نويز. احنا انا قدمت شويه وانا بتكلم عن الكونتنتس، اني بعيد تاني ان السايزميك ميثود بتاعتنا الانرجي اللي احنا بنسجلها هي الساوند انرجي، بسجلها في صوره ريفليكشنز راجعه من السب سيرفيس. تمام. فالانرجي راجعه من السب سيرفيس دي هيبقى فيها جيولوجيا، يعني جايه فيها جيولوجيكال انفورميشن وفيها اذر انفورميشن. تمام. الاذر انفورميشنز دي لو السورس بتاعها ما هوش جيولوجي هتبقى بالنسبه لي نويز، هتبقى بالنسبه لي نويز. تمام. يبقى انا عشان افرق بين السيجنال والنويز
يبقى السيجنال هي الوانتد انرجي اللي هي ريفليكتد فروم جيولوجي، اوكي، والنويزز هي برضو ريفليكتد انرجي ساوند انرجي بالظبط زي الثانيه ولكنها unwanted، هي do not reflect any geological information. بالعكس ده هي نويز جايه زي ما قلت لكم فور اكزامبل، جايه من مثلا من صوت موتور المركب اللي بيسجل، من صوت الكيبل لان المركب عمال يشده، من صوت لو انا بعمل لاند اكوزيشن مثلا في مطره نزلت، في ورق شجر عمال يتدحرج، في عربيات ماشيه على الطريق، دي نويزز خارجيه. لكن في نويزز من داخل الداتا نفسها، من داخل الجيولوجيا نفسها او الجيولوجيا نفسها بتعمل نويزز معينه هعرفكم عليها حالا، تمام. يبقى انا دلوقتي لازم اعرف الفرق بين السيجنال والنويز، هوريكم حالا شكلهم بيبقى عامل ازاي على الداتا. لكن برجع تاني وافكركم ان انا قلت ان seismic data processing is responsible for increasing signal to noise ratio، يعني تقلل كم النويز بشكل كبير في الداتا وتنكريز حجم السيجنال اللي هي في الداتا، تمام. كمان عايز اديكم ديفينيشن تاني، seismic processing is responsible for purifying seismic data from all noises and output signals reflects the subsurface geology. تمام؟ طيب تعالوا نشوف النويز. دول stack section ده ولا record؟ انا سيبكم بقى تقولوا الاول. يعني هل ده اللي انا شايفه ده اولا ده واحد ولا اثنين؟ هل ده stack section ولا ده gather؟ record يعني gather، يعني gathering some traces يعني من اي نوع. تمام؟ ده طبعا دول اولا two plots. ومحطوطين ميرور ايمج مع بعض، تمام، يعني واحد عكس الثاني. دي عباره عن ريكورد، دي فيلد ريكورد او شوت ريكورد، يعني ايه؟ يعني زي ما تسجلت في الفيلد بالظبط بس مطبق عليها خطوه واحده في البروسيسنج هنعرفها حالا دلوقتي، اسمها دي مالتيبلكسنج، هنعرفها دلوقتي، تمام. لو احنا بصينا هنا، طيب انا عايز اعرف دلوقتي فين السيجنال وفين النويز، تمام. طيب احنا الميثود بتاعتنا اسمها سايزميك ريفليكشن، يعني هتجيب ريفليكشنز من الباوندري او الانترفيسز بين تو سكسيسيف جيولوجيكال روكس. طب والسيدمنتري روكس اصلا بتتسجل ان لايرز او شيتس كده، صح؟ يبقى الباوندري اللي بين الروك والثانيه هتبقى عامله ازاي؟ تبقى شكلها لو ما فيش اي ستراكشر تبقى فلات، صح؟ طيب خلينا ناخد السيمبل شيب ده، لو هي فلات يبقى المفروض ان انا هلاقي في ريفليكتور قاطع الريكورد بتاعتي دي من اقصى الشمال لاقصى اليمين، تمام. او مش هيبقوا عند تايم واحد عشان اختلاف الاوفست، اوكي، ولكن لازم يبقى قاطع الريكورد دي من اقصى الشمال لاقصى اليمين لان الباوندري بتاعت الروكس هتبقى كده. هتقول لي طب ولو في ستراكشر، لو في فول، احنا اتفقنا ان مفيش جيولوجيا هتظهر الا في الستاك سيكشن، يعني بعد ما اخلص بروسيسنج، تمام. هنا هيبقى فيه هند ولكن ما اقدرش اطلع هنا جيولوجيا. فانت انا اديكم يعني كام ثانيه كده نبص هل في ريفليكتورز انتوا شايفينها اللي هي يا اما بيك سودا يا اما اطراف بيضه، المفروض ان هي ماشيه بالعرض ولكن في حاجه قطعتها. في، تمام. يبقى اللي عايز يمشي بالعرض ده هو الداتا بتاعتي السيجنال، واللي اتقطع ده هو النويزز اهو، تمام. فانا عندي الريفليكشنز اهي اللي انا عاملها علمت لكم عليها بالاحمر بس ما وصلتش لاخر الريكورد. ليه ما وصلتش لاخر الريكورد؟ لان في نويزز موجوده زي الاير ويف نويز، زي الجراوند رول نويز، تمام. دي غطت، بنقول ماسكت، نقول ان هي عملت ماسكينج للريفليكشن، هي ركبت فوق الريفليكشن، عشان كده الريفليكشن الحمراء اللي انا رسمتها بالاحمر مش قادر امدها لاخر الريكورد، المفروض ان هي موجوده بس متغطيه بالنويزز دي. شغل البروسيسنج بقى ان هو يعمل اتنيويشن للنويزز دي عشان الريفليكشنز تبان في كل او اكروس ذا هول ريكورد، تمام. خدوا بالكم من الريفراكشن اللي فوق دي، ها، عشان انا هتكلم عنها في جزء في البروسيسنج اسمه ستاتيك كوركشن، تمام. خدوا بالكم من الريفراكشنز اللي فوق دي. طب ده احنا الميثود بتاعتنا سيزميك ريفليكشن، منين جت الريفراكشن دي؟ هعرفكم واحنا بنتكلم عن الستاتيك كوركشنز
ولو نسيت فكروني ليه عندي هنا ريفراكشن. طب هل بتتسجل معايا الريفراكشنز دي كل ما بعمل سيزميك ريفليكشن؟ لا لا ما بتتسجلش معايا، بتتسجل في حاله واحده. برضو هسيبكم تفكروا لغايه لما نوصل للستاتيك كوركشنز عشان اقول لكم عليها. تمام؟ بس انا حاطط هنا الريفراكشن كايه يا شباب؟ نويز. الريفراكشن هنا بالنسبه لي نويزز، لان انا الميثود بتاعت الريفليكشن. اوكي، هنعرف الكلام ده معناه ايه حالا. يبقى لو انا بصيت كده، انا هرجع تاني اعمل فليب فلوب كده عشان تقدر تشوف فين السيجنال والنويز. تمام، شفت كده؟ اوكي، تعالوا نشوف another example. دول two records هم برضو of end، يعني most probably ايه marine acquisition. بصوا من فضلكم انتوا وشوفوا فين السيجنال وفين النويز. حد شايف السيجنال والنويز؟ طيب انا شايف على استحياء اللي هي الريكورد اللي على ايدكم اليمين، ها في ابتدى يبان فيها سم سيجنال اهي، يعني حاجات بالعرض اهي، ريفليكشن بالعرض اهي، عايزه تبان مش قادره تبان، لكن ده الريكوردز دي فول اوف نويزز، فول اوف نويزز. طب هنشوف دلوقتي ازاي البروسيسنج هيعمل اتنيويشن للنويزز دي وهيبين لي الريفليكشن. ركز كده وركزي معايا، شايفين؟ لاحظت فين النويزز؟ النويزز اتشالت اهي، ادي النويزز موجوده اهي، في نويزز. امسك كده الريكورد من اول خالص، في فوق خالص الريفراكشن اللي انا قلت لكم عليه، وده بالعرض كده زي المثلث، وبعدين على ايدكم الشمال خالص من فوق لتحت في جزء اسود فابيض اسود فابيض اسود فابيض كده، ادي دي نويزز اهي. تمام، اديني شلتها اهو البروسيسنج، شايفين كل النويزز راحت، ابتدى يظهر عندي ريفليكشن بشكل طبعا مش قوي جدا، لكن بانت في الناحيه اللي على اليمين بشكل اقوى. تمام، طبعا لما نكمل بروسيسنج هنقدر نطلع الريفليكشن دي بشكل اوضح. تمام، شايفين الفرق ده ازاي؟ احنا كان عندنا نويزز وقدرنا نشيلها. طيب ليتس كونتينيو، تعالوا نشوف. احنا شفنا ريكوردز اهو، شفنا اللي فاتت دي ريكوردز واللي قبلها ريكوردز. تعالوا نشوف على الستاك سيكشن، ستاك سيكشن فول اوف نويز، وستاك سيكشن في نسبه نويز قليله، او بمعنى تاني ستاك سيكشن في لو سيجنال تو نويز ريشيو اهو، ده ستاك سيكشن اهو. تمام، بصوا كده يا خبر ابيض، في بعض الريفليكشنز واضحه، نقدر نشوف الريفليكشن اللي هي ماشيه من الشمال لليمين خالص كويس، لكن لا، لكن لما نعمل لها بروسيسنج ايه رايكم؟ حد شايف فين الجزء اللي حصل فيه امبروفمنت؟ اللي احنا شايفين فيه ريفليكشنز ماشيه بشكل اوضح، حد شايف؟ طب انا هفليب كده وارجع تاني عشان تقدروا تحددوا اهو، ايه رايكم في الزوم دي؟ الزون دي هي اللي فيها بان فيها الريفليكتورز اهي كامله اكروس ذا هول سيكشن، لان دي بروسيس داتا، يعني اللي على ايدنا الشمال بقى دي داتا، هي نفس الداتا اللي على ايدنا اليمين، بس اللي على ايدنا الشمال فيها لو سيجنال تو نويز ريشيو، اللي على ايدنا اليمين هاي سيجنال تو نويز ريشيو، يعني بروسيس داتا بشكل احسن، يعني معمول لها بروسيسنج بشكل كبير. طب حد يسالني انت ليه مسميها رو داتا؟ لاني ما عملتش عليها بروسيسنج ستيبس كتيره، يعني مجرد خدت الداتا من الفيلد، عملت الكوركشنز اللي مطلوبه اللي عرفها لكم دلوقتي، وعملت ستاك سيكشن، فطلعت كده فول اوف نويز زي ما انتم شايفين كده، لو سيجنال تو نويز ريشيو. لكن لما عملت بقى البروسيسنج تمام، واخترت البارامترز بتاعتي المظبوطه، الداتا بقت افضل زي ما انتم شايفين هنا. فده وايه اللي البروسيسنج بيعمله في السيزمك داتا بتاعتي؟ هو ده يبين لي انكريس سيجنال تو نويز ريشيو، أو purify the seismic data from all noises تمام and output data full of signal to reflect the subsurface geology. Very good. So far so good. أي سؤال؟ تمام. طيب إزاي بنوصل بقى من انكريز سيجنال تو نويز ريشيو؟ ازاي بنعمل بروسيسنج للداتا اللي عندي؟ طيب
اولا البروسيسنج عباره عن ستيبس، يعني خطوات محدده كده بستخدمها. في خطوات بعمل بيها كوريكشن للداتا لسمثينج رونج بيحصل عندي في الاكوزيشن، تمام. في خطوات بعمل بيها ريموفال لانواع مختلفه من النويزز، يعني تبقى ديفرنت ستيبس، كل نوع نويز ليه ستيب معينه تعمل له اتنيويشن، تمام. في ستيبس عشان تعرف لي جيومتري بتاعت الداتا، جيومتري يعني الاكوزيشن كان عامل ازاي، تمام. في خطوات هتعمل لي فلترنج للداتا بحيث تشيل النويز بشكل او باخر، تمام. الخطوات دي بقى او يعني الستيبس دي بتنظم ان فلو زي السلسله كده، يعني في ستيب بتتعمل في الاول والاوتبوت بتاعها يبقى انبوت للستيب تاني بعدها، والاوتبوت بتاع الستيب اللي بعدها تبقى انبوت للستيب اللي بعدها انسون. عشان كده تبقى فلو، بنقول ان هي فلو ستيبس يستلموا بعض كده، عشان كده هي فلو، تمام. تعالوا نشوف شكل البروسيسنج فلو. نشوف دلوقتي بيسك سيزميك داتا بروسيسنج فلو. بيسك ما هواش يعني فلو اساسي، فما فيش من فضلكم، لازم نبقى عارفين ان there is no standard. الويسترن ديزرت ليها بروسيسنج فلو ثابت، لا. الميديترينيان داتا ليها بروسيسنج فلو ثابت، لا، غلط، مفيش الكلام ده. انا نفسي لو بعمل بروسيسنج الداتا النهارده، لو جيت بعد شهر او شهرين اعمل لها بروسيسنج تاني، ممكن اغير الفلو خالص. هي الفكره في البروسيسنج ان انا اتعرف على انواع النويزز اللي موجوده عشان اقدر اعمل لها اتنيويشن او اعمل لها اتاكينج واخرجها من الداتا بتاعتي او اضعفها بشكل او باخر، تمام. خدوا بالكم ان ال 2 دي بروسيسنج مختلف عن ال 3 دي بروسيسنج، اللاند بروسيسنج مختلف عن المارين بروسيسنج. طيب تعالوا نشوف البروسيسز اللي موجوده عندنا هنا، وبعدين نشوف يعني ايه الفرق بينهم، ونعرف كل واحده بتعمل ايه عندي. اول حاجه طبعا الداتا هتجيني من الفيلد بعد الاكوزيشن، صح؟ لما تجيني الداتا دي من الفيلد، انا بعمل دلوقتي بروسيسنج على كمبيوتر، على سوفت وير، ما بعملهوش بايدي، بعمله على سوفت وير على كمبيوتر، فلازم اعمل لودنج للداتا دي، لازم اعمل لها لودنج، تمام؟ على الكمبيوتر بتاعي، على البروسيسنج بروجكت بتاعي. وبعدين بعمل لها خطوه اسمها دي مالتيبلكسنج. نعرف حالا كل حاجه مكتوبه هنا، هنعرف معناها ايه حالا وهنشوف اكزامبلز. اعمل لها دي مالتيبلكسنج. بعد كده هعمل جيومتري، وبعدين هعمل اديتنج اند ميوتنج. دي اسم الخطوات كده. فيري جود. طب بعد كده هعمل ايه؟ الجيومتري دي معناها ايه؟ الجيومتري دي اللي انا عمال اتكلم عنها امبارح والنهارده، اللي هي شكل اللي اوت بتاع الاكوزيشن. السورس كان على بعد قد ايه من اول ريسيفر، والريسيفر المسافه بينه وبين الريسيفر الثاني كم متر، والريسيفر الاولاني المسافه بينه وبين الريسيفر الاخراني كان كم متر. فاكرين الرسومات اللي وريتها لكم بتاعت المركب، وشفنا الانتنه فين والسورس فين عند كم متر، وشفنا اول ريسيفر اند سو اون. هي دي جيومتري. بيتضاف عليها كمان النافيجيشن. ايه نافيجيشن؟ الاكس واي والاليفيشن، اللي هي الكوردينتس بتاعت كل افري سنجل ريسيفر وافري سنجل سورس. لازم ابقى عارف عنه الاكس واي والاليفيشن، واتكلمنا عنه امبارح في الاكوزيشن، وريتكم النافيجيشن شيت، واتكلمنا بعد كده عن الاس بي اس فورمات اللي هي بيبقى فيها النافيجيشن والاوبزرفر نوتس بتاعتي، تمام. بعد كده ممكن اعمل حاجه اسمها امبليتيود كوركشن، اعمل فريكوانسي فلتر، اعمل ديكونفوليوشن، اعمل سي ام بي سورتنج. طبعا سي ام بي سورتنج مانداتوري، صح؟ لان اصلا الطريقه بتاعت اسمها سيليكشن ميثود، او السورتنج اللي انا كنت بحكي لكم عليه من كام سلايد فات. بعمل سي ام بي سورتنج، وبعدين بعد كده بعمل فيلوسيتي اناليسيس، بعد كده بعمل نورمال فات كوركشن. فاكرين لما عدلت
الريفليكشن خليته الايند عشان اجمعه في الستاك سيكشن اهو، ده النورمال موفات كوركشن. تمام، اسمها كوركشن تبقى مانداتوري. تمام، في خطوات بتبقى مانداتوري لازم اطبقها اللي انا اسميها كوركشن، اي حاجه اسمها كوركشن لازم اطبقها على الداتا. في حاجات بنسميها كوزماتيك يعني اقدر احسن بيها شكل الداتا فقط. تمام، طيب وادي مجموعه خطوات ثانيه عملتها بعد النورمال فات كوركشن، تتوقعوا انتوا اعمل ايه؟ هعمل ايه بعد النورمال فات كوركشن؟ اعمل ستاكينج، صح؟ هعمل ستاكينج. تمام، بعد الستاكينج ممكن اعمل مايجريشن، بعدها ممكن اعمل بوست بروسيسنج، اعمل خطوات ثانيه كتيره. مايجريشن لو انا عملتها بعد الستاكينج هتبقى اسمها بوست ستاك مايجريشن، لكن اقدر اعمل مايجريشن قبل كده، بري ستاك مايجريشن كده نتكلم عنها لما نوصل لها ان شاء الله. تمام، طيب لو ده بيزك فلو انا حطيت يعني معظم الـ 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 الخطوات اللي عندنا. شوفوا بقى المسميات، طبعا اقدر بعد ما انا وصلت هنا في حاجات لازم اعمل اخزنها على ديسكات، وفي حاجات هعملها بلوتنج عشان اقدر اعمل انتربريشن اند سو اون. فدي مثلا الستاكنج اكيد لازم هرسمه واعمل له ستورج لان هو ده الفاينل اوتبوت بتاع البروسيسنج بتاعي. برده ممكن هنا بعد المايجريشن او البوست بروسيسنج اعمل برينتنج او ستورج. بصوا بقى المسميات اللي احنا بنقولها في الاندستري، خدوا بالكم ركزوا معايا. الكام ستيب اللي انا قلتها في الاول اللي هي الداتا لودنج والدي مالتيبلكسنج والجيومتري والايديتنج ميوتنج، دي بنسميها بري بروسيسنج، بنسميها كده في الاندستري يعني اللغه بتاعتنا كده بنسميها بري بروسيسنج. تمام، لكن امبليتيود كوركشن، فريكوانسي فلتر، دي كونفوليوشن، سي ام بي سورتنج، فيلوسيتي اناليسيس، نورمال فات كوركشن، ده كله بنسميه بري ستاك بروسيسنج، بنسميه بري ستاك بروسيسنج. وقبل الستاك اهو مش في خطوه الستاكنج، يعني بري ستاك يعني قبل الستاكنج. لكن بقى ستاكنج واللي هيحصل بعديه كله هنبتدي نسميه بوست ستاك بروسيسنج. تمام، ده اللي انت بتسمعه دلوقتي في النص. يبقى انا عندي بري بروسيسنج ستيجز، طبعا يعني هو يعني ما هو بروسيسنج اصلا. طب ليه بتسميها بري بروسيسنج؟ يعني الناس بتوع الاندستري سموها كده لان هي حاجات تحضيريه للبروسيسنج ولكنها خطوات بروسيسنج. تمام، ففي 3 ستيجز عندي في البروسيسنج فلو، في البري بروسيسنج، في البري ستاك بروسيسنج، في البوست ستاك بروسيسنج. تمام، طيب تعالوا، هل انا هاخد الفلو ده اشتغل بيه كده على طول ولا لا؟ تعالوا نشوف تفصيلات اكتر شويه مع الفلو بتاعي. المفروض ان انا بعمل ازاي يا جماعه؟ باخد الداتا، الانبوت داتا اللي عندي دي، تمام؟ انا جايبها من تيب او من ديسك في الفيلد، وبعدين بعمل عليها خطوه بروسيسنج واحده الاول، وبشوف البارامترز بتاعتي. هل يعني هل ال 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 ال, ال, ال البارامتر اللي انا استخدمتها مظبوطه ولا مش مظبوطه؟ لو مظبوطه تمام بعمل الخطوه اللي مسبوقه، يعني لازم الاول بعمل يعني بعمل تيستنج للداتا اللي عندي. تاخد الداتا اللي عندي، لو الداتا كبيره جدا اختار منها ريبريزنتيف لاينز، يعني لاين او اثنين في اتجاهات مختلفه، وابتدي اعمل عليهم تيست للبروسيسنج فلو اللي عندي، اشوف ايه احسن تولز استخدمها او ايه احسن ستيبس استخدمها تعمل لي انكريزنج للسيجنال تو نويز ريشيو، يعني بتبعد عني النويزز وتخلي السيجنال هي اللي موجوده. طب الجادج ايه؟ ايه الجادج اللي خلينا نقول ان دي طبعا احسن، ان البارامتر اللي انا استخدمتها دي احسن من الثانيه؟ احسن جادج، احسن جادج لو انا عندي ويل داتا، انا عندي ويل داتا ابتدي اشوف اعمل تاي بين الويل و السيزميك داتا بتاعتي قبل وبعد البارامتر اللي انا عملتها. هل الجيولوجيا ستيل موجوده؟ الجيولوجيا يعني الفورميشن ده ستيل موجود ولا انا شلته من السيزميك ولا لا؟ تمام؟ لو مش كده، لو ما فيش عندي داتا للمنطقه جديده خالص، في نفس البروسيسنج، في تولز في البروسيسنج نفسها بقدر استخدمها تقول لي ان النتيجه اللي انت طلعتها دي صحيحه ولا خاطئه. تمام؟ طبعا بعد ما بعمل التستنج ادي شكل تاني للبروسيسنج فلو، عشان انا قلت لكم من شويه ما فيش ستاندرد بروسيسنج فلو. ده مثلا عندي الداتا انبوت واعمل لها كواليتي كنترول، بعدين بعمل بري ستاك بروسيسنج
مثلا خدوا بالكم او بصوا ضفت لكم حاجه جديده اهو، في حاجات في الشوت دومين، فاكرين الشوت ريكورد اللي هي الفيلد ريكورد اللي اتكلمنا عنها من شويه، دي بيتعمل عليها بروسيسنج بشكل معين، ما بيتعملش على السي ام بي جذر، يعني الفيلد جذر بيتعمل عليها بروسيسنج مختلف عن اللي بيتعمل على السي ام بي جذر، عشان كده بسميه بروسيسنج في الشوت دومين وفي بروسيسنج في السي ام بي دومين، لكن الاثنين دول ري ستاك بروسيسنج زي ما انتم شايفين كده. تمام، بعد كده هعمل ستاك، بعد الستاك هعمل بوست ستاك بروسيسنج، ممكن تبقى فيها بقى خطوات كتيره جدا، ممكن الخطوات دي تبقى مكرره، في خطوات زي ما هوريكم حالا اقدر اعملها في البري ستاك وفي البوست ستاك، في حاجات بعملها في البري ستاك بس، حاجات بعملها في البوست ستاك بس. تمام، اي سؤال؟ اوكي طيب، يبقى احنا دلوقتي قلنا ان انا عندي في بري ستاك بروسيسنج، في بري بروسيسنج، في بري ستاك بروسيسنج، وفي بوست ستاك بروسيسنج. تمام، وفي البري ستاك في عندي شوت دومين بروسيسنج وعندي سي ام بي دومين بروسيسنج. يعني ايه شوت دومين ويعني ايه سي ام بي دومين؟ يعني بطبق الخطوات على الشوت جازرز، الفيلد جازرز. يعني ايه سي ام بي دومين؟ يعني بطبق خطوات البروسيسنج على السي ام بي جازر. هديكم اكزامبل واحد تعرفوا اتكلمنا عنه كتير، نورمال موف اوت كوركشن، هل اطبقه على الشوت دومين ولا في السي ام بي دومين؟ في السي ام بي دومين طبعا، لان السي ام بي دومين هي الجذر اللي انا جمعت فيها الكومن ميد بوينتس كلها، التريسز اللي جايه من نفس السبسيرفيس بوينت، وهي دي اللي انا عايز اعمل لها نورمال موف اوت كوركشن عشان اجمعهم واعمل لها ستاكنج، ما ينفعش اعمله في الشوت دومين ده فور اكزامبل. فانا هقول لكم برده مسميات تاني زي ما قلنا، الحاجات اللي هتلاقوا في حاجات هتلاقوني كاتبها بالازرق الفاتح الزهري ده، ده معناها هتلاقوها مكرره، يعني ما اقدر اعملها في اي دومين. فمثلا فور اكزامبل في الشوت دومين هقدر اعمل حاجه اسمها دي سيجنتشر، حاجه اسمها ري سامبلنج، طبعا الجزء الاولاني اللي احنا كنا مسمينه قبل كده بري بروسيسنج داتا انبوت والجيومتري، اقدر اعمل جين كوركشن، اقدر اعمل حاجه اسمها تريس ريدكشن، اقدر اعمل حاجه اسمها مالتيبل سبريشنز هنتكلم عنها بعد كده، اقدر اعمل مايجريشن في الشوت دومين يعني بري ستاك. طب في السي ام بي دومين اللي هي ستيل بري ستاك ممكن اعمل سي ام بي، لازم اعمل سي ام بي جازرنج، ممكن اعمل دي كونفوليوشن، ممكن اعمل مالتيبل سبريشن تاني، لان في خطوات تشتغل على المالتيبل اتنيوشن، يعني في خطوات تشتغل على الشوت دومين وفي خطوات وفي روتينز يعني سوفت ويرز يعني او بروجرامز، في بروجرامز متصممه انها تشتغل على الشوت دومين وفي بروجرامز متصممه انها تشتغل على السي ام بي دومين. ما دي شطاره البروسيسنج جيوفيزست بقى، هو بيبقى عنده كل البروسيسز دي عامله بالظبط زي ما يكون مثلا عندك شنطه انت بتعمل تشريح مثلا، فانت عندك شنطه فيها فورسيبس وفيها المنقاط وفيها وات ايفر وفيها مشرط وفيها وفيها وفيها، ده بتستخدمه امتى، ده بتستخدمه امتى، ده بتستخدمه امتى، انت بقى وطبعا كل واحده منهم ليها فانكشن، وبعد كده انت وخبرتك في البروسيسنج، يبقى انت في البروسيسنج كانك معاك تول كيت، شنطه عده كبيره جدا كده، انت تستخدم كل بيس في مكانها الصحيح. هو دي خبره البروسيسنج، عشان كده انا في بدايه الكلام قلت لكم ان شغل البروسيسنج فيري كريتيكال، والحقيقه بيحتاج هاي سكيلد جيوفيزست، يعني لازم يبقى جيوفيزست عنده علم كبير او يتعلم طبعا، يعني ممكن من الجامعه بنتعلم، انا متعلم اساسيات رائعه في الجامعه رائعه، واسمعوا الكلام اللي انا بقوله، وبعد كده بناخد الخبره من الشغل. فبعد كده مثلا او في حاجه مثلا اسمها ديم هو بري ستاك مايجريشن ممكن تتعمل في اي مكان تاني. بعد الستاك بعمل نويز سبريشن تاني مثلا زي اللي قبلها، انا بقرا لكم الحاجات اللي هي مكرره. ممكن اعمل مايجريشن، تمام؟ يبقى اذا في خطوات بتتعمل في ديفرنت دومينز. في خطوات هتلاقوا اللي هي بالازرق الغامق او الاسود ما بتتعملش الا في دومين واحد. تاني اعرف ازاي اعمل الكلام ده؟ طبعا من خبرتي وانا بشتغل ببقى فاهم ان دي بتشتغل على الشكل ده، ودي بتشتغل على الدومين ده، دي بتشتغل في المكان ده. تمام يا جماعه؟ طيب الداتا بتاعتي انا بقى دلوقتي عملت البروسيسنج بتاعي، طيب مش انا هستخدم داتا معينه سايزميك داتا، فيلوسيتي داتا، وات ايفر، ايه الفورمات بتاعتها؟ انتوا فاكرين؟ احنا اتكلمنا على الفورمات الفيلد فورمات، لسه فاكرين الفيلد فورمات اتكلمنا عنها امبارح كانت ايه؟ ايوه سيج اي، سيج دي، سيج سي، سيج دي. تمام؟ دي الفورمات اللي هي بتاعت الفيلد،
وان لما نيجي نعمل بروسيسنج يبقى في حاجه اسمها سيجنال اللي هي رقم 2 قدامنا، لكن النافيجيشن داتا، النافيجيشن داتا اللي هي فيها الاكس واي جيوغرافيك كوردينتس والاليفيشن بنسميها يوكوا، بنسميها يوكوا فورمات. اليوكوا فورمات فيها ان بروسيسد فورمات، لكن البروسيسد فورمات اللي احنا اللي انا بستخدمها في البروسيسنج اسمها B190، سميها كده يوكوا B190. يبقى انا لو عايز النافيجيشن بتاعت الداتا اللي هي اتعمل لها اكوزيشن وانا هعمل لها بروسيسنج دلوقتي، عايز النافيجيشن داتا، يبقى لازم اجيب البي اليوكوا B190 انفورميشن من الاكوزيشن عشان ادخلها على السوفت وير بتاع البروسيسنج واقدر اعمل الجيومتري بتاعتي. السيج واي داتا بيفاس فورمات، بص الفورمات في اثنين منها، واحده بنسميها شيل V5 وفي واحده قديمه بنسميها اسو V5. دي اسامي الفورمات بس بتاعت الداتا، لان دي ستاندرد فورمات عشان نبقى عارفينها وانتوا بتقروا اي بحث او بتعملوا بحث او تشتغلوا ان شاء الله لما تتخرجوا او تشتغلوا عمل يعني كمان. تعالوا بقى يعني بعد الوجبه اللي احنا قدمنا فيها بشكل كبير نشوف بقى داتا اكزامبلز، يعني خلونا نشوف داتا اكزامبلز من معظم الستيبس اللي احنا اتكلمنا عنها من شويه. ودي ريال داتا اكزامبلز على فكره. طيب من اول حاجات اللي احنا اتكلمنا عنها اللي هي الدي مالتيبلكسنج. تمام، ايه بقى الدي مالتيبلكسنج؟ انا هشيل الصوره دي ونحكي مع بعض كده. دي مالتيبلكسنج احنا اتعلمنا في كليتنا دي ان اي كلمه قبلها دي اي يعني عكس الكلمه اللي بعدها، صح؟ يعني دي مالتيبلكسنج عكس مالتيبلكسنج. هو ايه المالتيبلكسنج بقى؟ تعالوا نرجع لامبارح للاكوزيشن. احنا قلنا ان الريفليكشنز وهي جايه راجعه انا بستقبلها بريسيفرز اللي هي جيوفون في اللاند او هيدروفون في المارين، والريسيفرز شغلتهم ان هي تحول الجراوند موشن دي الى فولتس يعني الى الكتريك كارنت. ادي اول مالتيبلكسنج، يعني هي انالوج عباره عن ويف فايبريشن احولها لالكتريك كارنت. تمام، طيب وبعدين؟ وبعدين اتكلمنا بعد كده قلنا ان احنا ما بنكتبهاش كونتينوس، لا ده احنا بناخدها افري سيرتن ملي سكند، افري سيرتن تايم بيريد اللي احنا سميناها ايه؟ سامبل ريت. تمام، يبقى دي عملت لها مالتيبلكسنج تاني. وبعدين الداتا واحنا بنجمعها لقينا ان في لو فريكونسي نويز، رحنا عاملين لها فلتر، ادي عملنا ادي كمان مالتيبلكسنج. طيب الداتا كانت فيري ويك فعملنا لها امبليفيكيشن، يا خبر ابيض ايه الكلام ده كله؟ طب اقعد اعمل الكلام ده كله وبعدين في الاخر هتروح تكتبها في الريكوردنج بايه؟ بالباينري ديجيتال، هتكتبها ديجيتال. كل اللي انا حكيته ده اسمه مالتيبلكسنج. يبقى دي مالتيبلكسنج تتوقع هي عباره عن ايه؟ الداتا اللي عندك دلوقتي اللي هي ديجيتال هترجعها الى انالوج، يعني شكل التريس، يعني شكل السايزميك تريس اللي هو شكل الويف، يعني هيبين لك شكل الريفليكشن. فهمنا؟ فدي مالتيبلكسنج هي معناها كده ان انا هرجع الداتا بالشكل ده. يعني بمعنى تاني ادي الداتا بتاعتي جايه لي على ماجنتيك تيبس اللي انتم شايفينه، اربعه تايبس اوف ماجنتيك تيبس. المدور ده بنسميه ناين تراك او بنسميه ريل، والثلاثه اللي قدام دول بنسميهم كارتريدج. دول ماجنتيك تيبس بيتكتب عليهم السايزميك داتا ان ديجيتال فورمات بالماجنتيزيشن. تمام؟ دي الداتا دي لو انا عملت ضمب للتيبس دي اللي هي عليها الاكوزيشن داتا هيطلع شكلها لا تتخيل، هتخيل تبقى ايه؟ تبقى ايه؟ سيزميك داتا؟ لا، هتبقى باينري، باينري نمبرز اللي احنا اتكلمنا عنها امبارح. ادي الباينري نمبرز مش انا حولت من انالوج للديجيتال، صح؟ ادي اهي، ادي شكل الداتا. المفروض بقى دي مالتيبلكسنج هرجعها لايه؟ للانالوج اللي هو شكل التريسز اللي هو شكل الويفز. ادي شكل السيزميك. تمام، فادي الدي مالتيبلكسنج داتا عندي انا عملت لها مالتيبلكسنج في الاكوزيشن، ارجعها بقى تاني شكل السيزميك داتا اللي انا ابتدي اشوف فين النويزز
فين السيجنال واحاول اتنويت النويزز عشان السيجنال تبقى عندي بشكل. هضيف لكم معلومه تاني هقولها بسرعه لو عايزين تفهموها اكتر تسالوني فيها تاني. الفكره ان انا وانا بسجل الداتا، لو انا دلوقتي مثلا بسجل لغايه 10 سكند تمام، فمين مين اللي هيجيني الاول على الريسيفر؟ السكند الاولانيه ولا السكند العشره؟ السكند الاولانيه. يبقى كل الريسيفرز هتسجل السكند الاولانيه، وبعد شويه كل الريسيفرز هتسجل السكندز الثانيه، وبعد شويه كل الريسيفر هتسجل السكند الثالثه، صح كده؟ تمام؟ هيبقوا بيسجلوا ورا بعض. فده اللي هي الفيلد فورمات. بقول ان انا الداتا بتبقى عندي سامبل يعني بالتايم، هيبقى السامبل مع تريس واحد، سامبل واحد مع تريس واحد، سامبل واحد مع تريس اثنين اند سو. لكن لما بعمل بروسيسنج بقى بجمع شكل التريس اللي احنا واخدين اللي انا لسه مرور دلوقتي هقول لكم شكل دي تاني. يعني ادي في الفيلد هتبقى ادي الريسيفرز، ريسيفر كل ريسيفر هيسجل اول سكند اللي نسميها احنا بنعمل سامبلنج صح؟ يعني نسميها سامبل واحد، وبعد شويه يسجلوا سامبل اثنين اند سو اون. لكن لما بعمل دي مالتبلكسنج هبتدي احط السامبلز دي تحت بعضها لكل تريس لوحده صح؟ عشان يطلع السكند سيزمك تريس. يعني هنا سيزمك تريس واحد السلايد اللي قبل كده انا وريتك جذر كامله، جذر كامله فيها ميني تريسز من تمام اللي هي الفيلد ريكورد. فده الدي مالتبلكس. يبقى هل دي مانداتوري ستيب ولا مش مانداتوري ستيب؟ يعني خطوه لازم اعملها ولا مش لازم اعملها؟ لازم اعملها لان الداتا تبقى جايه لي فيلد فورمات، يبقى لازم احولها. يبقى الدي مالتبلكسنج هيحول لي الداتا من الفيلد فورمات اللي هي الديجيتال الى البروسيسنج سوفت وير فورمات وانالوج وتبقى انالوج تمام. تعالوا نشوف الخطوه اللي بعد كده اكزامبل من تريس اديتنج. يعني ايه اديتنج؟ اديتنج يعني كاني بمسح حاجه معينه تمام. ففي بعض الاحيان واحنا في الفيل بعض الاحيان الجيوفون بيبقى فيه جيوفون عطلان بايظ، السلك بتاعه اتقطع، ممكن هيدروفون يكون باظ تمام، فما يسجلش الداتا مظبوط. فانا هوريكم شكل تريسز دلوقتي. يعني ادي جزء من ريكورد تمام. طبعا اللي بالعرض ده ريفلكتورز، ها فيها داتا وفيها نويز، فيها سيجنال وفيها نويز. لكن هل حد فيكم شايف دلوقتي تريسز شكلها قد، شكلها مختلف عن التريسز اللي جنبها؟ حد شايفها؟ في تريسز شكلها غريب كده ما فيهاش نفس الداتا. تمام، برافو عليكم، شايفين التريسز دي شكلها مختلف عن التريسز اللي حواليها، بنسميها باد تريسز. دي تريسز فيها انفورميشن ما هياش جيولوجيكال انفورميشن، دي ما هياش جيولوجيكال انفورميشن، ده ممكن السنسور نفسه يكون بايظ او في اي مشكله تمام. خطوه البروسيسنج اللي اسمها تريس اديتنج، كل اللي انا بعمله ان انا باخد التريس ده ارميه، بس مش برميه اشيله من الداتا ارميه، لا يعني بضرب الامبليتيود بتاعه بزيرو. ايه الامبليتيود ده؟ وفين الامبليتيود ده؟ هو البيك والطرف دي امبليتيود، مش الساينوسويد فيه امبليتيود صح؟ اللي هو اعلى كريست او اقل طرف ده الامبليتيود. مره احنا هنا رسمنا اسود ده اللي هو البيك، فده فيه امبليتيود بالبوزيتيف، والابيض اللي هو الطرف اللي فيه امبليتيود بالنيجاتيف. فانا هضرب التريسز دي في زيرو، ادي شكل التريسز بعد ما عملت اديتنج، اتشالوا خالص مبقوش موجودين فيها. ادي يبقى دي باد تريسز يعني نويز تمام، ما هياش سيجنال لانها مش ما فيهاش جيولوجيكال انفورميشن، ببتدي اشيلها. ده اسمه تريس اديتنج. هل عليكم الشمال ده قبل الايديت ولا عليكم اليمين ده بعد الايديت تمام. تعالوا نشوف خطوه ثانيه. الخطوه الثانيه اللي هي التريس ميوتنج تمام. يعني ايه ميوتنج؟ فاكرين لما وريتكم وانا بوريكم انواع النويزز والسيجنال، وقلت لكم شايفين الجزء اللي فوق ده فيه ريفراكشن، والريفراكشن بالنسبه لي نويز تمام. يعني انا مش انا عايز اقصها بالداتا اهو. ايه رايكم دي مجموعه ريكورد؟ كام ريكورد دي يا اولاد؟ كام جذر؟ كام جذر يعني؟ عده اهو، ادي 1 2 3 4 5 6 جذرز جنب بعض. يعني كل واحده منهم كان سورس فرقع، يعني النتس الانرجي وتسجل وتحرك شوت بوينت ثانيه وان سو تمام. فين الريفراكشن اللي انا وريتها لكم من شويه؟ وفين الريفليكشن كمان ده؟
ريفلكشن هي اللي فوق خالص اللي هي الخطوط اللي مايله دي، لكن الريفلكشنز اللي هي الغامقه الامبلود بتاع غامق الاسود الغامق اللي واخده نيل شويه تحت، هذا شكل الهايبركولر. الجزء اللي فوق ده كله نويزز انا مش عايزه، فهعمل ايه؟ هعمل كان معايا قطر بالظبط او مقص، او جاي راسم خط كده على الحاجه اللي انا مش عايزها، تمام، واقول للسوفت وير بتاعي امسح كل اللي تحتيها. تحتيها ده الداتا، اقول له امسح كل اللي فوقيها، يعني اضرب كل اللي فوقيها في زيرو، ادي الداتا بعد النيل. يبقى انا شلت الانوانتد ريفراكشن والفيرست بريكس اللي انا مش عايزها من الداتا، تمام. فدي فيري سيمبل اللي انا بشوفه ده، فيري سيمبل بروسيسنج ستيبس، واحده منها مجرد ان انا حددت فين الباد تريسز وشلتهم، وهنا شفت الجزء اللي انا مش قصه اني جبت قطر او مقص وقصته، لان الداتا دي انا مش عايز اعمل بيها ستاكنج لان ما فيهاش اي ريفليكشن، تمام. طيب تعالوا نشوف خطوه تريننج جيومتري، احنا اتكلمنا عنها وقلنا ان احنا بنجيب كل العلاقه بين السورس والريسيفرز والاليفيشنز اللي هي موجوده في الفيل. ايه اهميه الجيومتري؟ اكبر اهميه للجيومتري ان انا اقدر اعمل السي ام بي بوزيشن، اقدر اعمل سي ام بي جذر، ما اقدرش اعمل سي ام بي سورتنج من غير جيومتري، لان الجيومتري هي اللي بتعرفني علاقه السورس بالريسيفرز بالسب سيرفيس ميد بوينت، فمنها هقدر اعرف فين الكومن ميد بوينت عشان اجمعهم في جذر لوحدهم، او تخليني اعرف البنز في حاله ال 3 دي. انا قلت لكم في فرق بين ال 2 دي وال 3 دي، قلت الكلام ده امبارح، ان في ال 2 دي بيبقى سي ام بي جذرز، لكن في 3 دي بتبقى بن زي ما انتم شايفين كده، اللي هي المربعات اللي تحت انا كاتب فيها بن اهي، تمام؟ لاني ما بتبقاش نقطه واحده، الكومن ميد بوينت ما بتبقاش نقطه واحده، بتبقى اريا، ال 3 دي بتبقى اريا، الاريا دي بنسميها بن، تمام؟ ليه دايمنشنز معينه طبعا في البارامترز بنعملها واحنا بنعمل الاكوزيشن. اوكي؟ طيب هنا بقى للستاتيك كوركشنز، وانا قلت لكم هكلمكم عن الريفراكشن. عشان يحصل عندي ريفراكشن، اللي احنا بنسميه ريفراكشن يا جماعه اللي هو الكريتيكال ريفراكشن. يعني كلمه ريفراكشن عندنا احنا في الهيدروكربون اكسبتوريشن او في السايزمت اللي بنستخدمه في الهيدروكربون اكسبتوريشن بنقصد بيه الكريتيكال ريفراكشن. ما بيحصلش عندك كريتيكال ريفراكشن الا في حاله وحيده فقط، الا وهي اني يبقى فرق في الدنسيتي والفيلوسيتي، بين الفيلوسيتي يمكن اكتر بين اللاير اللي فوق واللاير اللي تحت كبير جدا، في كونتراست رهيب في الاكوستيك امبيدنس. طيب لو احنا بصينا كده هنلاقي ان في الجيولوجيا اتعلمنا ان اي روك متعرض للهواء يحصل له ويزرنج، صح؟ يبقى اذا اول طبقه على سطح الارض هي بنسميها الويزرد لاير. الويزرد لاير دي يعني فيها روكس متكسره كده. الروكس المتكسره دي البوروزيتي بتاعتها عاليه جدا، فيها برميابيلتي عاليه جدا، ممكن تبقى مليانه هواء او مليانه ميه. يبقى اذا الدنسي بتاعتها قليله جدا، والفيلوسيتي بتاعت الساوند هيمشي فيها فيري سلو، تبقى قليله جدا، لكن اول ما اوصل للبيد روك هيبقى الدنسيتي اعلى والفيلوسيتي اعلى. لو انت طلعت فيلد تريب وهتلاقي الدكتور بيقول لك هات سبيسيمن من الفريش روك، لازم تقشر الجزء اللي فوق ده كله او ده الويزر وتاخد من الهارد روك، هارد قوي صح؟ تستخدم الشاكوش. طيب يبقى انا لو عندي ويزرنج لاير كده يبقى اكيد هيحصل عندي ريفراكشن، عشان كده قلت لكم مش في كل التسجيل السايزمنج هيحصل عندي ريفراكشن. لو عندي ويزرنج لاير هيبقى انا عندي كريتيكال ريفراكشن اللي هو بيبقى موجود فوق خالص اللي انا لسه شايله بالميوت حالا. يبقى انا لو عندي الريفراكشن ده ويزرنج لاير اوعى تشيله بالميوت قبل ما تاخد الريفراكشن. احنا سامعين اهو. تمام، لما ناخد من الريفراكشن يعني اخد انفورميشن من الريفراكشن عشان اعمل الاستاتيك كوركشن، لان لو خدت الريفراكشن اعمل لها انتربريتيشن زي السيزميك ريفراكشن ميثود بالظبط، ان انا بقدر اجيب السلوب بتاع الكيرف يبقى ده الفيلوسيتي او مقلوب الفيلوسيتي، واقدر اجيب السيكنس بتاعت الويزرنج لاير اقدر اعمل بيها الاستاتيك كوركشن. الاستاتيك كوركشن از فيري امبورتنت اند كريتيكال كوركشن في اللاند اكوزيشن، تمام، لاني طبعا الويزرنج لاير دي بتخلي لي في تاثير. يعني الاستاتيك كوركشن اتكلمت على الويزرنج لاير،
فيها velocity مختلفة أو thickness مختلف. كمان لو في عندي elevation مختلف للأرض أو عندي elevation مختلف، أنا بعمل acquisition للseismic data في حتة فيها hills حتة فيها plains كده وplateaus ارتفاعات مختلفة، فطبعا ده هيأثر لي على subsurface geology زي ما أنت هتشوف دلوقتي، لأن خط البداية والنهاية اللي هو الخط يعني اللي فيه receivers والsource ما هوش على مستوى واحد، وأنا بسجل in time ما بسجلش in depth. فالحاجه لو انا عندي ارتفاع، لو انا بسجل عند جزء مرتفع، لو انا عندي ريفليكتور فلات، لو في عندي جزء مرتفع وجزء منخفض، الجزء المرتفع ده هياخد وقت اطول عشان الانرجي دي يحصل لها ريفليكشن عن الجزء المنخفض. تمام. طيب تعالوا نشوف الكلام ده عشان نفهمه بشكل اكتر. شايفين ال خلينا نبتدي بالسكشن اللي لقيتكم اليمين اللي هو الاسود الابيض واسود ده جري. شايفين التو ريفليكتورز السود دول اللي ماشيين يعني على قرب النص كده مكسرين. دول مكسرين يعني لو انا بعمل تربيشن احط فيهم ايه؟ فولتس. في ترمينيشن اهو متكسر اهو، يعني هنا في فولتس. طب تعالوا نشوف اللي هو الاحمر برضو، لو بصينا على اللي هو الفولد، هي فولد شيب اهي لان عامله قوس لفوق. تمام. وبعدين شايفين الاسهم اللي انا حطيتها دي اماكن هي فيها تكسيرات، يعني هنا في فولتس. طيب ادي جيولوجيا هي صح؟ والجيولوجيا عيب ان يبقى فيها فولتس؟ لا، ما انا بشوف السب سيرفيس ليه؟ مش هعرف الاستراكشر والاستراتيجرافي. معلش بس انت ساعتك بتتعلموا بروسيسنج، فلازم نسال نفسنا هي الداتا دي اتعمل عليها ستاتيك كوريكشن؟ يعني الداتا اللي انتم شايفينها دي مش متطبق عليها ستاتيك كوريكشن في البروسيسنج. بص لما تطبق عليها ستاتيك كوريكشن ايه رايكم؟ في فولتس؟ مفيش فولت خالص. عرفنا اهميه البروسيسنج؟ عرفنا اهميه الستاتيك كوريكشنز؟ الستاتيك كوريكشنز فيري كريتيكال ستيت. يعني لما اشوفكم بقى بعد كده لما نرجع ممكن نتكلم ازاي انا بعمل الحسابات دي كلها وازاي بطبق الستاتيك كوريكشنز، لكن يهمني دلوقتي ان انتوا تشوفوا الريزلتس. يعني لو انا ما عملتش بروسيسنج صح عايزكم تشوفوا قد ايه هاو كريتيكال از ذا بروسيسنج. تمام؟ او كريتيكال ستيب زي الاستاتيك كوركشن اهي، ده كان مبين لي ان في سب سيرفيس ستراكشر فولتد فور ابار جميله جدا، لان عندي ستيب فولتنج اهو ممكن يبقى عندي ترابس حلوه قوي. ولكن لو بصينا تحت بعد ما عملنا ستاتيك كوركشن زي عملنا بروسيسنج مظبوط، لا خالص مفيش فولتس خالص. اوكي يلا ليتس جو للخطوه اللي بعد كده اللي هو الامبليتيود كوركشنز. احنا قلنا الامبليتيود يعني اللي هو البيك كبيره قد ايه او صغيره قد ايه، يعني ريفليكشن واضحه قد ايه على السايزميك داتا بتاعتي. لو انا بصيت كده ادي الريكورد، عارفين الريكورد دي ريكورد حقيقيه، انا قلت لكم اوريكم ريال اكزامبل دي بعد خطوه الدي مالتيبلكسنج الداتا طلعت كده. يا نهار ابيض فين الريفليكشنز؟ الجزء اللي فوق بس هو الاسود، يعني الاسود ده هو الامبليتيود، يعني الامبليتيود واضح فوق بس مش واضح تحت. طب انا هسالكم سؤال، لو انت عايز تلحق القطر مثلا وفاضل 5 دقائق او 10 دقائق، مش هتجري عشان تلحقه؟ عشان تجري من مكانك عشان تلحقه؟ هل سرعتك اول ما ابتديت الجري زي ما وصلت لغايه القطر؟ لا طبعا، يحصل ديكي في الانرجي بتاعتك، يحصل ديكي. طب ما دي انرجي، مش الساوند انرجي، يبقى الانرجي قريبه من السيرفيس يعني قرب السورس تبقى قويه، عشان كده الامبليتيود اسود زي ما انتم شايفين. كل ما نزلنا تحت الارض كل ما الانرجي يحصل لها اتنيويشن او ديكي لغايه تحت. طيب احنا بنشوف عندنا 3 اسباب للديكي في الامبليتيود، بشوف انهي سبب هو اللي سبب الديكي ده وبعمل له كومبنسيشن، يعني بعمل له كوركشن، يعني بعمل كوركشن للامبليتيود بتاع الداتا. بص بعد ما عملت كوركشن اللي حصل شايفين ظهرت ازاي الريفليكشنز من فوق لتحت، ظهرت اهي من فوق لغايه تحت. تمام، يعني اني عملت امبليتيود كوركشن للداتا بتاعتي. ده بنسميه، ده نوع من الكوركشن بنسميه هنا الاكزامبل ده الرونك ده اسمه سفيريكال دايفرجن كوركشن. سفيريكال دايفرجن يعني ايه؟ امبارح وانا بحكي لكم على الساوند قلت لكم الساوند جوز افري وير، ان هو بيمشي ان سفير، فالسفير دي كل ما تبعد عن السورس كل ما الريديوس بتاعها بيكبر،
يعني كم الانرجي بيقل، عشان كده اسمه spherical divergence، يعني بتقلل الانرجي كل ما بعدت عن السورس. تمام؟ ازاي بنحسب الكلام ده؟ طبعا يعني ان شاء الله نشوفه مره تاني اقول لكم الديتيلز بتاعت الكلام ده ازاي بنحسبها والايكويشنز بتاعتها very straight forward. طالما عرفنا سبب الديكي اقدر اصلحه. تمام؟ يبقى ده نوع من انواع الكوركشن. لكن عندي نوع تاني من الامبليتيود كوركشن بسميه ذا اوتوماتيك جين كنترول. الاوتوماتيك جين كنترول ده مش مرتبط بالديكي الطبيعي بتاع الانرجي. لا، انا اللي بحسب من الداتا نفسها كاني بقلل الامبليتيود العالي وبزود الامبليتيود القليل. تمام؟ بخلي الداتا كلها تبان شكلها كانها ميه واحده. يعني دي ادي الداتا اهي قبل الاي جي سي كوركشن، برضه الريفليكشنز واضحه فوق بس، لكن تحت ما فيش ريفليكشنز خالص. لو انا عملت اوتوماتيك جين كنترول، بصوا الداتا ابتدت تظهر تحت، ابتدت تظهر بشكل اقوى 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 اقوى. ليه؟ لان في بارامتر اسمها الويندو في الاي جي سي، ان الويندو لو انا قللت الويندو بيبان الداتا زي ما انتم عارفين كده. بس بصوا فوق في نفس الرسمه فوق يظهر جزء كده ملوش دعوه بالداتا، لان ده من الكريشن بتاعت الاي جي سي، لانه ارتفيشال، حاجه يعني انا بعملها احاول بقدر الامكان اشتغل يعني احسب اعمل ريديستريبيوشن للامبليتيود بطريقه حسابيه. طبعا لو انا بدور يعني باي ذا واي، يعني لو انا بدور على ستراكشرال هيدروكربون تراب اقدر استخدم الاي جي سي وانا مرتاح جدا. لكن لو انا بدور على استراتيجرافيك ترابس اللي هي او نوع من الترابس اللي بيعتمد على الامبليتيود انوماليز، ما استخدمش الاي جي سي، ات از بروهيبيتد، ما اقدرش استخدم الاي جي سي. لكن ممكن استخدم حاجه تاني بنسميها زي التريس بالانسنج. يعني ادي مثلا داتا زي ما انتم شايفين اهي، برضه انتوا عرفتوا دلوقتي ان دي بنطبق عليها دي مالتيبلكسنج بس، ما عليهاش اي كوركشن خالص، دي مالتيبلكسنج بس، الامبليتيود متركز فوق اهو. تمام؟ هعمل لها spherical diversion correction، هيبتدي يحصل redistribution ولكنه مش مظبوط، في جزء برضه ستيل عالي وجزء اقل شويه. طبعا اعمل بقى البالانسنج، بص الامبليتيود بالانسنج، الداتا ابتدت تبان بشكل احسن والنويزز كمان تبان. ما هي الخطوط اللي هي مايله دي واخده الريكورد من فوق لتحت بميل، دي نويزز هنتكلم عنها دلوقتي، هوريكم بنشيلها ازاي، دي اسمها linear noise. لكن طب فين الريفليكشنز؟ اللي هي السيجنال فين؟ ايوه، اللي هي ماشيه بالعرض، الريكورد اللي ماشيه بالعرض دي هي دي الريفليكشن. تمام؟ يبقى انا اقدر اظبط الامبلتيود بتاعي، اعمل له كوريكشن عشان اظهر عندي الريفليكشنز واقدر اظهر السيجنال والنويز. طب انت ليه بتظهر النويز؟ عشان اقدر اعمل لها اتنويشن، عشان اقدر اشيلها بتول ثانيه. لازم ابينها عشان اقدر اشيلها بتول ثانيه. تمام؟ لو احنا بصينا للريكورد اللي قدامنا دي، احنا قلنا ان السايزميك داتا، لو تفتكروا لما وريتكم صوت الراجل بيتكلم وقلنا ان انا عندي فريكونسي وعندي امبليتيود او وات ايفر، فالسايزميك بلوت اللي قدامنا ده بيبقى فيه امبليتيود اللي احنا لسه كنا بنتكلم عنه من شويه دلوقتي، بيبان ويقل بالكوركشن، وكمان فيه فريكونسي. فانتوا عارفين الفرق بين الهاي فريكونسي واللو فريكونسي؟ ايوه، في النمبر اوف سايكلز بير سكند. لو قليل هيبقى لو فريكونسي، لو النمبر اوف سايكل كبير هيبقى هاي فريكونسي. فمثلا هنا فين لو فريكونسي نويز؟ ادي لو فريكونسي نويز، دي هاي فريكونسي نويز. طيب الفريكونسي نويزز دي اشيلها بايه؟ كنت لسه بجاوب على زميلكم احمد في اول خالص المحاضره، قلت له اصل انا بعمل فلترنج، بعمل فريكونسي فلترنج لو عندي داتا فيها نويز. يبقى انا لو عندي فريكونسي نويز، يعني نويزز معينه في الداتا باينه على الفريكونسي زي ما احنا شايفين كده، انا بعمل فريكونسي فلتر، اعمل فريكونسي فلتر زي كده مثلا. فريكونسي فلتر ده من ليه انواع كتيره جدا كتيره اقول لكم عليها حالا. لو انا دي السايزميك داتا بتاعتي اهي، اوكي، لو انا عايز اعرف ايه الفريكونسي رينج اللي موجود فيها،
في الفريكوانس فلتر بعمل ايه؟ في عالم اسمه فورير. فورير ده قال انا ممكن اخد الداتا بتاعتك اللي هي في التايم دومين دي، التايم دومين يعني مرسومه ان تايم تو وي تايم، واحولها بالفورورد فورير ترانسفورم الى الفريكوانسي دومين. الفريكوانسي دومين الداتا دي هتترسم بلوتس جرافس، مش هتبقى شكلها تريسز، تبقى جرافس. الجرافس دي واحده جراف منهم هيبقى بين الفريكوانسي والامبليتيود، وجراف هيبقى بين الفيز والامبليتيود. طب احنا بنتكلم دلوقتي على الفريكوانسي فلتر، فيهمنا الفريكوانسي. فادي لو انا حولت الداتا دي بالفورورد فورير ترانسفورم هتديني ادي الداتا دي هتترسم في الجراف اللي انتم شايفينه ده. الاكسس اللي تحت هو الفريكوانسي والاكسس الفيرتيكال هو الامبليتيود. انا اقدر اعرف الرينج بتاع الفريكوانسي اللي عندي عامل ازاي، واقدر احدد فين الفريكوانسي اللي فيه نويز وفين الفريكوانسي اللي فيه سيجنال، واقوم اصصهم عامل لهم فلترنج. فورير ما سابنيش بس اروح من التايم دومين للفريكوانسي دومين، لا قال لي ورجعك تاني من الفريكوانسي دومين الى التايم دومين بالانفرس فورير ترانسفورم. فانا ممكن بقى اقطع الداتا في الجراف اللي انتم شايفينه ده، اقطع الجزء الاولاني خالص اللي هو لو انا اسف اقطع الجزء يعني اخلي الجزء الاولاني اللي هو اللو فريكوانسي واقطع الجزء الهاي يبقى اسمه لو باس زي ما انتم شايفين ده. يعني الرسمه دي هرجع تاني، الرسمه انا هرجع تاني دي هي من الجراف اللي انتم شايفينه ده، كاني برسم الخطوط الحمراء دي عليه. لو انا خليت الجزء الاحمر ده من الجراف ده يبقى انا بخلي اللو فريكوانسي وهشيل الهاي فريكوانسي اسمه لو باس فلتر. لو انا شلت لو انا سبت الجزء الهاي وشلت الجزء اللو فيبقى اسمه هاي باس فلتر. اوكي، لو انا احتفظت الجزء في النص وشلت جزء لو وجزء هاي هيبقى اسمه باند باس فلتر. تمام، يبقى ده فريكوانسي فلتر. تمام، في نوع تاني اسمه نوت فلتر، في وات ايفر. يبقى انا بعمل الفريكوانسي فلتر ده في الفريكوانسي دومين باستخدام الفورير ترانسفورم. تعالوا نشوف على اكشوال داتا، انا هنا بفهمكم ايه اللي بعمله. طب على اكشوال داتا بقى تعالوا نشوف، ادي النوتش فلتر، انا بشيل جزء من النص، جزء فريكوانسي من النص. ادي سيكشن قبل فلتر وبعد الفلتر، شايفين فرق؟ حد شايف فرق؟ ايوه، يعني لو شفنا الجزء الاولاني في النص في ريفليكتور زي ضاعت في اللي على ايدكم اليمين، ضاعت لان انا عملت لها فلتر اول شلتها بالفريكوانسي فلتر. تعالوا نشوف اكزامبل تاني اهو، ادي الجراوند رول اللي انا وريتها لكم، شايفين اللي هي على ايدكم الشمال تحت، شايفين الثمانيه الكبيره دي اللي قاطعه دي، ادي نويزز بنسميها جراوند رول. بس عملت فلتر شلتها ازاي؟ شوفوا في الافتر ما بقتش موجوده ازاي؟ ادي عملت فريكوانسي فلتر. طب حد يقدر يقول لي كنت اعملها هنا ازاي؟ هل كنت اعمل بقى ميوتر من الريكورد دي كلها، ولا اعمل ايديت اشيل التريسز دي كلها؟ لا، ادينا عملتها بالفلتر، ان النويزز هنا اللي عندي ما قدرتش افرقها الا لما رحت في الفريكوانسي دومين لو عن طريق الفورورد فورير ترانسفورم. يعني الحقيقه يا جماعه في كلام اكتر من كده بكتير جدا، برضو ممكن اشوفكم في وقت افضل واتكلم عن حاجات تفاصيل اكتر من كده. برضو بصوا الاكزامبل ده، يعني ادي قبل وبعد، تحس ان في اختلاف في الفريكوانسي ازاي، يعني في ريفليكتورز كانت موجوده اتشالت. تمام، كمان خدوا كمان اكزامبل هنا بين اللي فوق واللي تحت، برضه اللي فوق هتحس ان هو لو فريكونسي على اللي تحت. تمام، فادي ازاي الفريكونسي، بقدر اعمل فريكونسي فلتر. كمان في نوع تاني من الفلتر ده في الفريكونسي دومين، لو عملت الفلتر ده في التايم دومين بيبقى اسمه كونفوليوشن. تمام، اسمه كونفوليوشن، لكن عشان ما نلخبطكوش انا في عندي خطوه هنا اهي ثانيه مشهوره جدا اسمها دي كونفوليوشن. ما انا لسه قايلين في الدي مالتيبلكسنج، ما دام في كلمه قبلها دي اي معناها ان عكس الكلمه الثانيه. طب هو ايه كونفوليوشن؟ انا لسه قايل لكم هو اللي هو الفلتر في التايم دومين. الايرث نفسها لما بتنزل فيها الساوند انرجي بتعمل لها فلترنج، بتعمل لها فلترنج، بس مش في الفريكونس دومين بقى، حاجه ماشيه في الارض في التايم دومين، يعني مع التايم مع الزمن اللي بينزل فيه الريفليكشن وتطلع فوق. فالارض نفسها بتعمل فلترنج للداتا، فده اسمه كونفوليوشن. كمان عشان اوضح لكم بشكل اكتر،
انتوا فاكرين امبارح وانا بوريكم الاكوستيك امبيدنس والريفليكشن كوفيشنت، وبعدين قلت لكم احنا بنبعت الانرجي يبقى في ويفلت، الويفلت دي بيحصل لها كونفوليوشن مع الريفليكشن كوفيشنت فبتديني تريس، يبقى دي كونفوليوشن كاني بقلل الايفكت بتاع الويف اللي انا بعتها بتاعت الساوند ويف دي، بحاول اقلل الشكل تمام. المهم دي كونفوليوشن بيعمل حاجتين، لانه موضوع كبير جدا يعني انا ببقى ماسك نفسي جدا وانا بشرح. بيعمل حاجتين، بيعمل في عندي نوعين رئيسيين، في نوع اسمه سبايكنج دي كونفوليوشن، وفي نوع اسمه بريدكتيف دي كونفوليوشن. السبايكنج دي كونفوليوشن بيعمل شاربنينج للريفلكتور، يعني تلاقي الريفلكتور شكله حاد كده واضح جدا تمام. والبريدكتيف دي كونفوليوشن بيشيل نوع من انواع المالتيبلز اللي احنا بنسميها الشورت بيريد مالتيبلز او الريفربريشن. لو تفتكروا امبارح وانا بكلمكم عن مارين اكوزيشن قلت لكم احنا بنبقى حاطين السورس تحت الميه والريسيفر اللي هو الكيبل تحت الميه، فالانرجي يا جماعه ما بتنزلش كلها تحت الارض على طول، لا في جزء بيطلع لغايه سطح الميه ويترد تاني. قلت لكم ان ده هو ده الشورت بيريد مالتيبلز او ده اللي هو بنسميه الريفربريشن. فدي كونفوليوشن عشان اوريكم الايفكت بتاعه، هنشوف اكزامبلز تاني. شايفين ده سايزميك ستاك سيكشن اهو، ماله؟ جميل، حلو جدا، في ريفليكشن، ده هو ده في فلات ليرنج اهو، فلات ريفليكتور زي ما انتم شايفين كده. لا ده قبل دي كونفوليوشن، لا ده مش كويس، ده لو سيجنال تو نويز ريشيو. طب شوف بعد الدي كونفوليوشن، ها شفنا الفرق؟ شايفين الشاربنينج اللي حصل في الريفليكتور بقى رفيع ودقيق ازاي وواضح وكونتينيوس تمام. شايفين النغبشه، سوري طبعا دي حاجه مش كلمه ساينتفك يعني، اللي موجوده فوق قلت ازاي وبان ريفليكتور تحتيها على ايدكم اليمين، اشوف بيفور اند افتر. بص تاني من فضلك، ادي بص على السكشن كده، بص يا بنتي على السكشن كده، ها شفت الفرق؟ شايفين قوه الدي كونفولوشن، شايفين قوه البروسيسنج، شايفين باين الريفليكشنز تحت الارض بشكل عامل ازاي؟ تمام. نيجي لنوع تاني من الفلترز، بس ما هوش بقى فريكونسي فلتر بس. تمام؟ لا ده انا هروح برضه للفريكونسي دومين، ولكن هرسم الداتا بقى مش فريكونسي وامبليتيود، لا هرسمه فريكونسي مع الويف نمبر. هرسمه فريكونسي مع الويف نمبر. ده اسمه الاف كي فلتر. او بنسميه السبيشال فلتر او بنسميه لينير نويز اتينيويشن، يعني عشان نعرف الموضوع ادي شكل ريكورد بالنسبه لي، شايفين فين السيجنال وفين النويز من فضلكم؟ السيجنال اللي هي ماشيه بالعرض اللي هي دي الريفليكتورز، ايوه، لكن اي حاجه تاني قطعاها هتبقى دي النويزز، صح كده؟ مش احنا اتفقنا على كده؟ اهو دي ريفليكتورز واللي بالعرض دي اللي هي النويزز. لما احولها بقى للفريكوانسي دومين وارسمها بين الكي اللي هو الويف نمبر مع الفريكوانسي يبقى شكلها كده، دي شكل الداتا بالظبط اللي انتم شايفينها على ايدكم الشمال، هي شكلها كده. في الفريكوانسي الباند باس فلتر اللي اتكلمنا عنه، الفريكوانسي فلتر كانت مرسومه جراف، صح؟ لا هنا انا ارسمها مع الويف نمبر فتطلع الالوان اللي انتم شايفينها دي. واخدين بالكم الجزء اللي هو الداتا اللي هي فلات شبه فلات دي، جايب لكم هي الداتا بتبقى متجمعه في نص البلوت اللي انا حاطط عليها الريكتانجل الابيض تمام. دي الداتا اللي هي زيرو ديب، ما فيهاش ديبنج خالص تمام. لكن الداتا الثانيه اللينير اللي هي قطعها بزاويه هي اللي مرسومه خطوط متقاطعه مع بعضها يمين وشمال. يبقى عشان كده السبيشال فلتر ده والاف كي فلتر ده بنسميه كمان ديب فلتر، لانه بيفلتر الداتا، بيسبريت الداتا بيزد على الديب بتاعها. فالداتا بتاعتي هي اللي موجوده في النص، هي دي اللي انا احفظها وهمسح كل اللي حواليها، اعمل له ميوت الداتا بعد الاف كي فلتر. ايه رايكم؟ ايه رايكم يا اولاد؟ فين اللي انا هعمل عليه الاسهم؟ فين اللينير نويز؟ ممكن حد يكون لماح شاف اللي تحت خالص دي، بس دي مش اللينير نويز، اللي كانت دي داتا عاديه، ولكن انا محتاج اعمل اي جي سي بقى للداتا دي من اوتوماتيك جين كنترول، فتبتدي الداتا تبان كروس ذا هول
ريكورد، لكن شايفين اللينر نويز اتشالت ازاي؟ ده الاف كي فلتر فيري باورفول تول، فيري باورفول تول عشان اعمل اللينر نويز. هنيجي بعد كده لمشكله كبيره جدا اسمها المالتيبلز، اسمها المالتيبلز. ايه المالتيبلز دي؟ المالتيبلز دي ببساطه شديده جدا، تعرفين صدى الصوت؟ يعني لو انت واقف في مكان وجيت قلت اه كده، مش بيحصل صدى صوت؟ صدى الصوت ده جه منين؟ لان صوتك خرج وخبط في الحيطه اللي قدامك وترد ورجع عند الحيطه تاني وترد، يبقى انت سمعت صدى الصوت اكتر من مره، صح؟ طب ليه هو في اكتر من حيطه ولا هي حيطه واحده؟ اه هي حيطه واحده، يعني المفروض ان في ريفلكتور واحد، لكن انت سمعت صدى الصوت اكتر من مره عند فترات زمنيه متتاليه. يعني لو خدنا اول صدى صوت عند تايم مثلا 1 سكند، صدى الصوت اللي بعديه هيجي عند 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 تايم 2 سكند، لو في صدى صوت تالت هيجي عند 3 سكند، صح؟ يعني كاني عندي ثلاثه حيطه، ثلاث حيطان، حيطه عند 1 سكند وحيطه عند 2 سكند وحيطه عند 3. والحقيقه ايه بقى؟ ان هي حيطه واحده. يعني اذا الايكو ده او المالتيبلز اللي حصلت دي هترسم لي على السيزميك داتا ان انا عندي ثلاثه ريفليكتورز وهم كانوا ريفليكتور واحد. طب تعالوا نشوف اكزامبل عشان نسهل الموضوع. ده سيزميك سيكشن، تمام؟ في ميه يعني مارين. اول ريفليكتور فوق الاسود الغامق ده هو الووتر بوتوم، تمام؟ هو الووتر بوتوم. شايفينه متكرر كم مره تحت؟ شايفين شكله متكرر كم مره تحت؟ ها؟ كل دي ووتر بوتومز؟ ليه اللي تحت دي مش صخور يعني؟ لا ده ايكو. لسه كنت بقول لكم دلوقتي ان الانرجي هتطلع من السورس لغايه سطح الميه وتترد تاني وتنزل، تمام؟ ده دي بنسميها مالتيبلز، هو بيبان كده ان الريفليكتور متكرر كذا مره بنفس الشكل، تمام؟ المفروض لما انا اعمل ده الميه وادي كم مره اتكررت تحت، تمام؟ لما انا اعمل مالتيبل اتنيشن ايه رايكم بقى؟ هتقولوا لي اه ده في اثنين ثلاثه تاني تحت، لا ده دول ريفليكتور بس كانوا ماسكد متغطيين بالمالتيبل. شوف هنا شكل الووتر بوتوم على ايدك اليمين فوق عامل ازاي؟ بقى ارفع وفي تحتيه كمان لاير، فيري سين لاير، وبعدين الداتا ظهرت لكن المالتيبلز اللي كانت موجوده دي اتشالت. المالتيبلز دي مصيبه، مصيبه، مشكله المشاكل في خليج السويس. مشكله غير طبيعيه في خليج السويس، في الداتا بتاعت خليج السويس. لان في طبعا فيري كومبلكس ستراكشر وفي سولت دونز اند سو اون. فده المالتيبل اتنيشن انواع كثيره طبعا في المالتيبل اتنيشن. في ميثودز كثيره جدا بنستخدمها، ديفرنت تايبس اوف ستيبس، بتعتمد على نظريات كثيره، تمام؟ ولكن ادي فكره المالتيبل اتنيشن. هنيجي بقى للنورمال موفات كوركشن اللي احنا اتكلمنا عنه. فاكرين انتوا خلاص عرفتوا الستوري ان انا غطي السيرفيس بوينت اكتر من مره ولكن من ديفرنت شوتس وعند ديفرنت ريسيفرز. هعمل لهم سورتنج عشان اجمع الكومن ميد بوينت في نفس المكان، هبتدي اعمل لهم نورمال موفات كوركشن عشان اجمعهم يبقوا نقطه واحده، تمام؟ ادي الكومن ميد بوينت جذر شكلهم عامل كده. المفروض ان انا عشان اخليهم يبقوا فلات بعمل حاجه اسمها فيلوسيتي اناليسيس، لان انا عندي يعني الريفليكشن بتيجي عند الليتر تايم نتيجه الديستنس، صح؟ اللي هو بعد الريسيفر عن السورس. انا عندي ديستنس وتايم، ايه اللي يربط الديستنس بالتايم؟ الفيلوسيتي. افتكر دايما مفيش جيوفيزيست ما يعرفش الايكويشن بتاعت الفيلوسيتي. انت بتقول انا بمشي في العربيه بسرعه 100 كيلو على الساعه، تمام؟ فلازم تبقى عارف على طول ان في علاقه بين الفيلوسيتي والتايم والديستنس. فاللي بيحصل ان انا بشوف احسن فيلوسيتي لو عملت بيها نورمال فات كوركشن خليني الريفليكتور يبقى فلات. طيب يعني تعالوا نشوف الرسمه اللي في النص، في جزء منها ازرق كده وفي خطوط، دي بنسميها سيمبلانس، بنسميها سيمبلانس. هتلاقي فيها نقط بيضة كده وعامل لها انا خط اصفر متوصل بيها، دي الفيلوسيتيز اللي عملت لها بيكنج. يعني ايه بيكنج؟ يعني دي اللي هتخلي لي الهايبربوليك شيب ريفليكتور اللي هو بتاع الجزر اللي في النص لما اطبق عليه نورمال فات كوركشن يبقى فلات، اللي هي الجزر الاخرانيه.
تمام؟ فما يبقى فلات كده اقدر اجمعهم دلوقتي على بعضهم، لكن لو جمعت اللي في النص دول على بعضهم هيطلع لي كذا ريفليكتور، صح؟ فانا اخلي نفس الفكره ايه، ان هم كانوا هايبركوليك كده اخليهم فلات عشان لما اجمعهم على بعض اطلع الستاك اللي هو 1 تريس اللي احنا اتكلمنا عنه قبل كده، تريس جنب تريس جنب تريس جنب تريس، هديني سيم دي ستاك سيكشن اللي احنا اتكلمنا عنه في اول المحاضره. تمام. طيب تعالوا نختم بقى باقوى بروسيسنج ستيب. اقوى بروسيسنج ستيب هي المايجريشن. هي من كلمه مايجريشن يعني بتحرك الداتا من مكانها. المشكله انا ليه بحتاج مايجريشن دلوقتي؟ الكومن ميد بوينت اللي احنا عاملين نحكي عنها دي دلوقتي بنقول بتبقى في نص المسافه بين السورس والريسيف، تمام؟ الحاله دي صحيحه فقط لو كان الريفليكتور يعني الانترفيس بين التو سكسيسيف جيولوجيكال روكس او يونتس فلات. طب لو كان ديبنج، ودي الحقيقه ده اللي بيحصل بقى في الحقيقه، يبقى في ستراكشر وفي ديب، يبقى السي ام بي دي ما بقتش الثيوري ما بقتش صحيحه اني مور. المايجريشن دي هي اللي بتصلح المشكله دي، بتصلح مشكله الديبنج ايفنتس، بتخلي السي ام بي تبقى في مكانها الصحيح، تظهر على الساك سيكشن في مكانها الصحيح في السب سيرفيس. تمام. مايجريشن موضوع كبير جدا، اقدر اعمل بري ستاك مايجريشن، اقدر اعمل بوست ستاك مايجريشن، اقدر اعمل بري ستاك تايم مايجريشن، اقدر اعمل بري ستاك ديبس مايجريشن، اقدر اعمل بوست ستاك تايم مايجريشن، اقدر اعمل بوست ستاك ديبس مايجريشن. تمام. انا هديكم الايفكت بتاع المايجريشن عشان نفهم المايجريشن ازاي بتعمل امبروفنج السيزميك داتا بتاعتي، يعني بتصلح مكان السي ام بي بالظبط، تمام، فتديني شكل الداتا مظبوط عشان ناخد السنس بتاع الموضوع ده. لو انا بصيت على السيزميك سيكشن ده، جزء من سيزميك سيكشن، انا عايزك تجيبه من فوقه للاخر تحت كده، لما تنزل تحت في التلت التحتاني في شكل فيونكات كده، صح؟ في شكل فيونكات، شايفين الفيونكات اهي؟ ادي الفيونكات اهي. دي اصلا السيكشن ده unmigrated. يعني ايه unmigrated؟ يعني مش متطبق عليه migration في البروسيسنج فلو. طب تعالوا نطبق عليه migration. نطبق عليه migration، فالmigration it's a type of correction. عارفين الفينكات ده هتطلع ايه؟ synclines. synclines. دي synclines. لكن السي ام بي بتاعتها ما كانتش في مكانها المظبوط لانها ديبنج، لان السنكلاين فيها ديب في جميع الاتجاهات اللي تحت اهي، تمام. فلو انا ما عملتش مايجريشن، يعني ما عملتش بروسيسنج صح اللي هو المايجريشن، هتطلع شكل الفينكات اللي فوق دي. نبص الشكل ده كمان، شايفين ايه بقى هنا؟ ده في فينكات كتيره جدا اهي، سنكلاينز اهي. الفينكات دي انا ليه سجدت قلت فينكات الاول عشان اشد انتباهكم، دي اسمها بو تاي، اسمها بو تاي اللي هي زي رابطه الكرافات، بو تاي، تمام. دي بتظهر عندي لما بكون عملت بروسيسنج وزود مايجريشن من غير ما اطبق مايجريشن في الفلو، هتظهر بالشكل، تمام. طب تعالوا نشوف الانتي كلاين هيبقى شكلها عامل ازاي. ادي الانتي كلاين شكلها هيبقى اكبر، ده في الان مايجريتد. شوف شكلها اتلم ازاي وبان في المايجريتد سيكشن، تمام. طيب تعالوا اوريكم حاجه تاني زي السولت دوم. هنا في سولت دوم، شايفين التوب في انتروجن كده من تحت، ها ريفليكتورز يعني لفه كده وطالعه لفوق، بس حدود السولت دوم مش واضحه لان دي قبل المايجريشن. بصوا بعد المايجريشن وضحت السولت دوم ازاي. الكريتيكال فاكتور في الميجريشن كتير، ميجريشن اوف ميجريشن ويف ايكويشن، في بي في سيتي مود الفلوس
الجيولوجي، شايفين السيزميك سيكشن اللي طالع بعد المايجريشن، شايفين نفس الشكل اللي فوق ازاي، شايفين هاو كومبلكس از ذا جيولوجي. المايجريشن بتطلع السبسيرفيس ستراكشر بشكل رائع جدا. احنا بنعتبر المايجريشن نوع من انواع الكوركشن، بنقدرش ما بنقبلش سيزميك داتا وزوت مايجريشن الحقيقه، ولكن طبعا مش كل انواع المايجريشن ومش كل الداتا زي المايجريشن بشكل معين. المايجريشن بتطبق بيزد على حاجتين رئيسيتين، اول حاجه اللي هي الكومبلكسيتي بتاعت الاستراكشر، هل الاستراكشر كومبلكس ولا سيمبل، هل في لاترال تشينج في الفيلوسيتي فيلد ولا لا. تمام، ده المايجريشن بيستخدمها في حاجه زي كده. اتمنى ان يكون يعني ما طولش عليكم، ان يكون غطينا الموضوع بشكل، موضوع كبير جدا محتاج وقت طويل جدا، ولكن اتمنى ان انتم تكونوا استفدتوا، واهلا بيكم لاي سؤال. السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام ورحمه الله. هو في الاول بس بشكر حضرتك والله، يعني على مجهود حضرتك بصراحه الواحد استمتع في البرزنتيشن. يعني انا ليا بس بعض الاسئله بعد اذن حضرتك. يعني حضرتك ذكرت الفريكوينسي، او ان انا بحول السايز من هاي فريكوينسي للو فريكوينسي. تمام، هو يعني هو النورمال المفروض يعني ان احنا كل ما يبقى في هاي ريزوليوشن او هاي فريكوينسي بقدر اشوف التفاصيل اكتر في الفورميشن، فانا ليه بحول بعد كده لو فريكوينسي يعني في السايز؟ ده اول هو هو انا مش بحول من هاي للو، هو الفكره اني اني انا ببقى محتاج يبقى عندي برود باند اوف فريكوينسي. يعني ايه برود باند اوف فريكوينسي؟ يعني عندي لو فريكوينسي وعندي هاي فريكوينسي. ليه بقى؟ لان اللو فريكوينسي بيشوف الثيك سيدمنتري بيدز او الثيك روك بيدز، والهاي فريكوينسي بيشوف الثين بيدز. تمام، فالريزوليوشن ان انا اشوف الثيك والثين، فانا ببقى محتاج ان انا يبقى عندي لو وهاي فريكوينسي، محتاج الاثنين مع بعض، مش عايز هاي فريكوينسي بس. لو عندي هاي فريكوينسي بس مش هشوف الثيك بيدز، هشوف الثين بس. انا محتاج برود باند اوف فريكوينسي. انا ما بشيلش اللو فريكوينسي او الهاي فريكوينسي الا لو كان فيهم نويز، الا لو كانوا نويز، لكن لو هم فيهم داتا مش هشيلهم. انا محتاج يبقى عندي رينج من الفريكوينسي كبير جدا عشان اقدر بعيد تاني لثالث مره اقدر اشوف الثين بيدز والثيك بيدز. محتاج برود باند اوف فريكوينسي، محتاج كل الرينج الهرتز بتاعت الفريكوينسي لو وهاي. تمام يا دكتور، تمام. السؤال الثاني بالنسبه للريفراكتد ويف، دي حضرتك ذكرت ان هي يعني بتحصل في الويذر سيرفيس. معلش يعني ممكن حضرتك تذكر ليه بتحصل في الويذر سيرفيس؟ هي مش ممكن تحصل في السب سيرفيس يعني؟ اني كيس يعني لا هتحصل كمان سب سيرفيس. اقول لك حاجه، هو دلوقتي عشان يحصل ريفراكشن احنا اتفقنا ان ريفراكشن مقصود بيه الكريتيكال ريفراكشن. انت فاكر الفرق بين الكريتيكال ريفراكشن والريفراكشن العادي؟ الكريتيكال ريفراكشن اللي هو الانرجي بتمشي على الباوندري بين التو روكس، افتكرته كريتيكال ريفراكشن. تمام 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 كويس. دلوقتي عشان يحصل عندي كريتيكال ريفراكشن بيحصل في حاله واحده بس، ان يبقى اللاير، يعني يحصل بين تو لايرز. دلوقتي اللاير اللي فوق الفيلوسيتي بتاعتها او الاكوستيك امبيدنس بتاعها اقل بكتير جدا من الاكوستيك امبيدنس بتاع اللاير اللي تحتيها. يعني الاكوستيك امبيدنس هو دنسيتي في فيلوسيتي، يبقى اللي فوق فيري لو، فيري لو دنسيتي فيري سلو فيلوسيتي، واللي تحت بالنسبه لها فيري هاي دنسيتي فيري هاي دنسيتي فيري فاست فيلوسيتي. تمام كده، في الحاله دي هيحصل ريفراكشن، كريتيكال ريفراكشن، غير كده مش هيحصل، مش هيبقى موجود. فالكيس دي بتبقى موجوده عندي في الشالو بارت من الايرث لو عندي ويزرنج لاير. يعني ايه ويزرنج لاير؟ يعني روك معمول لها ويزرنج. تمام؟ بيظهر في حاله تاني بنستخدمها في حاجه تاني. يبقى الويزرنج دي انا استخدمها عشان اعمل الستاتيك كوركشنز اللي اتكلمنا عنها
في البروسيسنج. لكن بقدر اقرا بيها برضو فيري ديب كريتيكال ريفراكشن اللي هو بين الموهو والروك، تمام؟ اقدر اعمل ايمجنج للموهو بالريفراكشن، فالريفراكشن بتشوف يا فيري شالو يا فيري ديب. طب الفيري ديب ده بينفعني في الهيدروكربون اكسبريشن؟ اه طبعا، لاني اقدر اعرف السيكنس بتاع السيدمنتري سيكشن قد ايه، والهيت عملت كوكينج للهيدروكربون ولا لا، يعني عملت ماتيوريشن للسورس وابتدى يخرج هيدروكربون ولا لا. فده استخدام الريفراكشن عندي في الهيدروكربون اكسبريشن انجن. وده حضرتك على اساس ان انا برضو بتكلم ان انا في لو دينستي ولو فيلوستي، والطبقه اللي تحتها هاي دينستي هاي فيلوستي، ده في الهيدروكربون جي بي. طبعا العكس ما ينفعش، مش هيحصل ريفراكشن. فهمت حضرتك. لازم يحصل ان اللي فوق هي اللي اقل من اللي تحت. طبعا الموهو ده ليكويد منصهر، روكس منصهره، صح؟ بالظبط يا دكتور، بالظبط. مختلفه خالص عن الروك اللي فوق اللي هي اقل دينستي. اوكي تمام. معلش اخر سؤال، انا عارف انا طولت. لا اهلا وسهلا، اتفضل. بالنسبه لدايما في خليج السويس بيحصل مشكله الفولت ديتكشن، يعني او الفولت لوكيشن، يعني في شركات قوي بتحفر وتلاقي الفولت على السيزميك مش ماتش مع الدريلنج، يعني تمام. فدي مشاكله ايه؟ هل دي مشاكل البروسيسنج ولا هي دي حاجه من الاكوزيشن ريكورد او كده؟ تمام كويس. هي اساسا اكوزيشن. الفكره ان في خليج السويس، خليج السويس ده يعني ريفت بيزن، ففي فيري كومبلكس ستراكشر، في فولت روتيتد بلوكس، تمام، في فولتس في كل الاتجاهات. فالفولتس اللي موجوده في كل الاتجاهات دي وكمان بتحصل لها روتيشن، فبتجيب روكس اوف ديفرنت تايبس اجينست ايتش اذر، فيبقى اديتك عملت كومبلكس ستراكشر وفي نفس الوقت اديتك فيري، يعني عملت لك دراماتيك لاترال تشينج ان فيلوسيتي، يعني الساوند ويف تبقى ماشيه في ساند اكروس الفولت تبقى دخلت بيزمنت مثلا، هنا فيلوسيتي مختلف عن الفيلوسيتي هنا خالص، تمام. فالفيلوسيتي كاركترايزد باي فيري كومبلكس ستراكشر ودراماتيك لاترال تشينج ان فيلوسيتي، تمام. فده محتاج لما بعمل اكوزيشن، لما انا هاجي اعمل اكوزيشن، كل اللي معمول في الخليج معظمه كونفنشنال، كونفنشنال يعني مركب وجرى وراها الكيبلز وبتسجل، تمام. امبارح انا اديت اكزامبل ان انا بعمل ريفليكشن، سيزميك ريفليكشن، فقلت لو انا عندي مرايه واسقطت عليها الضوء، تمام، فالضوء هيترد على نفس الفوق. طب المرايه دي لو اتعوجت شويه يبقى الضوء هيروح بعيد ناحيه ما اتعوجت، لو اتعوجت الناحيه الثانيه هيروح بعيد ناحيه ما اتعوجت الناحيه الثانيه. طيب انا ما بقدرش وانا بعمل اكوزيشن اجمع كل الريفليكشنز اللي جايه من الجيولوجيا. طب ليه بتقول كده؟ ما هي الجيولوجيا انا عماله بقولها ان هي كلها فولتد وكمان روتيتد فولت بلوكس، فتخيل ان هي كلها مرايات، والمرايات دي بتشتت الريفليكشنز اللي جايه منها كل الاتجاهات، تمام. ادي حاجه، يبقى انا ما بجمعش كل الريفليكشن. الجزء الثاني ان في اجزاء في خليج السويس فيها سولت دومز كبيره جدا، السولت دومز دي نفسها كانها مرايه ملفوفه كده، يبقى اذا هتعمل لي برضه تشتت لي الانرجي في كل الاتجاهات، تمام. فانت محتاج ان انت تستخدم اكوزيشن بطريقه مختلفه عشان تقدر تكولكت از ماتش از ريفليكشن از يو كان، فتقدر تساعد البروسيسنج ان انت تعمل ايمجنج احسن للسب سيرفيس. طبعا البروسيسنج بيحاول بشتى الطرق الحقيقه، ولكن البروسيسنج اللي بيستخدم في خليج السويس مينلي مبني على الثيوريز بتاعه الجلف اوف مكسيكو، لان الجلف اوف مكسيكو فيه سولت دومز برضه، بس سولت بوديز مش دومز زي اللي عندنا، يعني سولت كده حاجات مدوره مفصوله، هي السولت دايابير زي اللي عندنا في خليج السويس، فمش كل الثيوري اللي هناك بتمشي على اللي عندنا، فانت محتاج تعمل اكوزيشن بشكل مختلف. شكرا جزيلا. العفو. شكرا جزيلا يا دكتور. عفوا يا فندم، عفوا.
ألف شكر حضرتك كده معانا. في سؤال بس سألوه. تفضل. هل دلوقتي في موجات سيزمية بتستخدم الالكترومغناطيك ويف بدل الميكانيكال ويفز؟ لا، الالكترومغناطيك دي نوع تاني خالص. يعني الالكترومغناطيك ده different type of geophysical tool. This is a different geof tool. تمام؟ فالالكترومغناطيك دي يعني بتستخدم لها استخدامات كتيرة جدا، يمكن لسه داخلة في الهيدروكربون على استحياء كده، يعني ابتدوا يشتغلوا بيها شويه وبعدين رجع الموضوع وقف. يعني في انواع منها بتستخدم لان بتبقى عامله زي الريزستيفيتي لوب كده، بتقدر تقيس تعرف فين مكان الهيدروكربون. لو انت تعرف فين الريزرفوار، لو انت مثلا شفت من السايزميك ان في هنا تراب مثلا، التراب دي هيبقى فيها هيدروكربون كويس. لو انت استخدمت نوع من انواع الالكترومغناطيك هيوري لك ان الجزء ده الريزستيفيتي بتاعته اعلى من اللي حواليه. لو هو فعلا اعلى من اللي حواليه يبقى ده سبورت ان ده هيدروكارب، لكن هي ديفرنت جيوفيزيكال تول. يعني الالكترومغناطيك انسترومنتال بس مش ميثود. لا، اتس ا ميثود بس مش سايزميك. ميثود جيوفيزيك انسترومنتال. جيوفيزيكال ميثود بس مش سايزميك ميثود. الالكترومغناطيك دي حاجه تاني. تمام. دكتور شكرا جدا لحضرتك طبعا يعني على الشرح ده، واحنا الحقيقه كان واقع مننا حاجات كتير قوي في الاكوزيشن والبروسيسنج، فيعني شكرا جزيلا لحضرتك. بس كان عندي سؤال بس في الامبليتيود. في يا دكتور حضرتك قلت في وفي السبيريكال دايفرجنس كوركشن وفي الثالث حاجه اللي هو ستريس بالانسنج. اي تمام. ان الاي جي سي ما بيفيدناش في الاستراتيجرافيك في الـ بس في الستراكشر الامبليتيود انوماليز بالظبط. طب ايه فكره ان احنا نستخدم في اصلا من الاول؟ يعني ليه ما نمشيش على طول على ستريس بالانسنج ان احنا بنحاول ندور على هيدروكربون ترابس اصلا؟ لان انت لو عندك ستراكشر تراب يهمك ان انت تشوف الريفليكشنز بشكل واضح. فالاي جي سي هو اقوى امبليتيود كوركشن. هو الاي جي سي هو اقوى واحد. خليني يعني اسمرايز الموضوع لك دلوقتي. السفيريكال دايفرجنس ده نوع اوف كوركشن، تمام؟ من غيره مش هقدر اشوف الامبليتيود ديستريبيوتد على كل الريكورد. فا اتس امانداتوري ستيب، يعني لازم هطبق اي جي سي، انا اسف، لازم هطبق spherical divergence، او بنسميه بشكل اخر gain correction. بنسميه ايه؟ gain correction. تمام؟ فده خطوة لازم هطبقها، لان دي بتعمل compensation لل natural decay في الانرجي. اوكي؟ طيب الداتا انا مش شايفها بشكل واضح، لا انا عايز اقدر ابص عليها بعيني، اقدر اشوف فين السيجنال والنويز واشوف الرفليكشنز بشكل كبير جدا. فاقدر استخدم artificial tool. الارتفيشال جين او الارتفيشال تول، يعني اللي اقصده اللي هو بقصد بيه الجين او الامبليتيود. في عندي الاي جي سي، تمام، وفي عندي التريس بالانسنج. في الاي جي سي بيخلي لي الامبليتيود بتاع الداتا من عند تايم 0 لتايم 10 اللي هو اخر حاجه بنفس القوه. تمام. لكن ده في نوع من انواع الترابس بنشوفها بالدايركت هيدروكربون انديكيتورز، يعني بنشوفها كامبليتيود انومالي، يعني لا ان جزء كده الامبليتيود عالي قوي مره واحده، تمام، في جزء الامبليتيود وطي قوي مره واحده لوحده في جزء لوكال، ده بيدي انديكيشن لوجود الهيدروكربون. لو انا استخدمت الاي جي سي، انا لسه بقول لك اهو، هيعمل بالانسنج للامبليتيود كله يخليه ميه واحده زي بعضه، يبقى اذا هيخفي البرايت امبليتيود والديم امبليتيود هيخفيه، فما اقدرش استخدمه لو انا بدور على ترابس بالشكل ده. اوكي؟ طيب ليه ما استخدمش بالانسنج؟ ما هو يبقى اوقع من الاول. لا، هو ما بيدينيش قوه زي قوه الاي جي سي.
تمام. وفي الاخر دي بتاعتك انت اللي بتعملي البروسيسنج، انت ممكن تستخدميه ما تستخدميش الاي جي سي، لكن انا اتمنى ان فيش حد بيستخدم ما بيستخدمش الاي جي سي يعني اتليست حتى فور تيستنج يعني. اه ما ده اللي كنت اعرفه، بس انا اللي ما اعرفوش ان كان في اصلا تريس بالانسنج. يعني انا اعرفه ان احنا بنعمل اي جي سي يوضح لنا الستراكشرز اللي موجوده، بس في كل الحالات ما فيش اصلا، ما بنعرفش ان في ستراتيجرافيك ترابس. ف يعني دي كانت اه لا 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 الاي جي سي، بصي يعني لو انا بدور على يعني خدي بالك اصل في انواع مختلفه من الستراتيجرافيك ترابس. انا بحددت يعني رجعت حددت نوع معين من الستراتيجرافيك ترابس اللي هو بيزد على الامبليتيود انومالي. خلينا نقول امبليتيود انومالي تمام. فلو انا ادور على امبليتيود انومالي زي فين مثلا؟ زي الميديترينيان، زي كل اللي احنا بنحفره في خليج في البحر المتوسط، ونحفره على برايت سبوتس، اسمها برايت سبوتس، حاجات اسمها دايركت هيدروكربون انديكيتورز. ما اقدرش استخدم اي جي سي. استخدمت اي جي سي هتسحب من على السيشن اصلا تمام. طيب في بعض الاحيان عشان بس يعني اكون امين معاكي، بعض الاحيان الداتا بتبقى فيري ويك، فانا لازم استخدم اي جي سي غصب عني قبل ما اعمل الستاك، وانا عايز ادور برضو على امبليتيود انومالي، فبستخدم اي جي سي لونج ويندو. يعني لونج ويندو يعني يحافظ لي على الريلاتيف امبليتيود، يعني برضو يحافظ ان الامبليتيود يبقى الفات بتاعته ستيل موجود، بس ما تقوش انا مكبر. لكن غير كده لو انا بدور على امبليتيود انومالي ترابس ما بستخدمش الاي جي سي. تمام فهمت حضرتك، شكرا جدا يا دكتور. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام ورحمه الله. زي حضرتك، شكرا جزيلا لحضرتك على البرزنتيشن. انا كان عندي سؤال بعد اذن حضرتك. اهلا وسهلا، اتفضل. حضرتك انت اتكلمنا في الاول خالص عن الكواليتي كنترول بروسيسنج، ده بروسيسنج كواليتي كنترول، فكنا بنتكلم على الويل بارامتر الويل داتا، يعني ازاي بستخدم الويل داتا في الكواليتي كنترول البروسيسنج بتاعي. فاللي انا اعرفه ان ممكن نستخدم الديب ميتر عشان تو بريدكت الديبنج، يعني تو ماتش الديبنج الاكشوال من الويل داتا مع 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 البروسيسنج داتا. بس ايه البارامتر الثانيه اللي ممكن نستخدمها حضرتك يعني في الكواليتي كنترول من الويل داتا؟ ماشي. يعني 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 طبعا الديب ميتر ده وان اوف ذا ابلكيشن، بس انا يعني هخوفك من الديب ميتر. لان الديب ميتر يعني يعني لو انت عندك مثلا في دراجنج كده على فولت تمام فالديب هيقرا فين؟ هيقرا ان يعني الديب ميتر هيقرا ان الديب الفوق صح؟ تمام. لكن هو الباقي تحت فهو فيري لوكال، الديب ميتر فيري لوكال، ده لا ينفي ممكن استخدمه في الكواليتي كنترول. الديب ميتر موضوع كبير جدا والبروسيسنج بتاعه الناس مختلفه فيه بشكل كتير تمام، ولكن هو لوكال. يعني ايه لوكال؟ يعني عند الهول، قاري عند الهول بتاع الديب. لكن بالظبط ان هو بيقرا مايكرو ريزيستيفيتي، يعني حاجه صغيره خالص يعتبر. اه بيقرا حاجه صغيره. لكن ايه التاني اللي انا اقدر استخدمه بقى؟ وسؤالك كويس طبعا اشكرك عليه. ممكن اعمل سينثيتك سيزموجرام. السينثيتك سيزموجرام ده من السونيك لوب والدنسيتي لوب، الاثنين اضربهم في بعض فطلع لي اكوستيك امبيدنس، وبعدين اعمل كونفوليوشن مع ويفلت احسب انا اسف ريفليكشن كوفيشنت واطلع سينثيتك سيزموجرام تريس. السينثيتك سيزموجرام تريس ده هو ده اللي ممكن اعمل بيه كواليتي كنترول على السيزمك داتا العاديه اللي هي العاديه اللي بعمل عليها. حضرتك قلت ان برضه نستخدم الويفلت، فالويفلت يعني ازاي انا بخلق ويفلت عشان اضربه في السيزمك؟ الويفلت حاجه الاثنين. جود كويشن. الويفلت دي او ما باجي اعمل سيزموجرام عندي طريقتين، يا اما بستخرج الويفلت من السيزمك داتا نفسها اللي حوالين البير، يا اما بستخدم ستاتيك سيزمك ويفلت اللي هتديني طاي احسن هي استخدمه. تمام. هو اللي اعرف حضرتك فيه اللي هو مثلا في بعض السوفت ويرز تبروبوزد ان بعض الويفلت اللي هو الجاهز يعني زي الهامس الراشر او حاجه زي كده، بس الافضل ان انا اخلقه بيست عن لا انا لو انت بتخرج الويفلت او هامس الراشر ولا غيره خرجها من السيزمك داتا الاول خرجها من السيزمك داتا.
لو عملت ماتش يبقى هي دي الاحسن لان دي انت جايبها من الداتا نفسها. لو ما عملتش ماتش يبقى اروح للحاجه السنسيتيك اللي هي زي الريكر ويفلت او وات ايفر. تمام حضرتك، شكرا جزيلا لحضرتك. عفوا عفوا، شكرا. من فضلك دكتور، يعني ازاي اقدر اعرف السيزميك ريزوليوشن من السيزميك ريكورد او الرو داتا؟ يعني المسافه بين السورس والريسيفر ليها علاقه بالموضوع ده ولا اقدر اجيبها منين سيزميك ريزوليوشن؟ تمام، عندك حاجتين السيزميك ريزوليوشن. في عندك حاجتين، في هوريزونتال ريزوليوشن وفي فيرتيكال ريزوليوشن. تمام، الريزوليوشن وانت بتعمل اكوزيشن تعمل حاجتين في الاكوزيشن، تحاول تجمع as much frequency range as you can. تمام، يعني يبقى broad band frequency، تجيب frequency low high بقدر الامكان، يعني تستخدم source يقدر يطلع لك range of frequency بشكل كويس جدا. تستخدم equipment نفسها اللي هي receivers والكابلات والكلام ده ما يعملكش تأثير على الفريكونسي، يعني تكون حاجة high standard فما تأثرش على الفريكونسي. تمام، يبقى الاول السورس عشان يكون بيطلع رينج اوف فريكوانسي كبير، الريسيفرز تكون فيري سنسيتيف ما يبقاش فيها نويزز تطير لك بعض الفريكوانسيز، يبقى اول حاجه هكولكت برود باند فريكوانسي. تمام، ادي اول حاجه. ثاني حاجه ابتدي استخدم الجروب انترفال بحيث ان ما يحصلش عندي اليسنج، يعني استخدم احسب جروب انترفال بيزد على الديب بتاع السبسيرفيس استراكشر بحيث ان انا اقدر اسجل ريفليكشنز من السبسيرفيس لما تبان على السيزميك سيكشن، تبين لي كل الجيولوجيا ما يبقاش في جزء منها ضايع. تمام، فده في الاكوزيشن. يبقى في الاكوزيشن يبقى انا هجمع فريكونسي رينج كبير، هاخد بالي من الاليسنج بالجروب انترفال اللي هو السبيشال اليسنج، هاخد بالي ان لما اعمل السامبل ريد ما تعمليش temporal aliasing. وبعدين في البروسيسنج عندي تو ستيبس، واحده منهم بتحسن الفيرتيكال ريزوليوشن اللي هي الديكونفوليوشن، واحده منهم بتحسن الهوريزونتال ريزوليوشن اللي هي المايجريشن. يبقى كده في الاكوزيشن في جزء وفي البروسيسنج في جزء. تمام يا دكتور. طب والماكسيمم ريزوليوشن يعني ممكن اقدر اوصل ل تقريبا قد ايه؟ يعني بتفرق في السيزميك داتا على الديبسز بتاعتها، يعني في الشالو ديبس ممكن الريزولوشن تبقى عاليه، لكن في الديبر ديبسز الريزولوشن بتقل غصب عنك، لان مع الديبسز الكبيره اللي بيبقى فيه لو فريكونسي فما تقدرش تشوف الثين بيت، فبتبقى الفريكونسي فبيبقى عندك كده الريزولوشن اقل. ففي حاجات تبقى غصب عنك ما بتقدرش، يعني في بعض الداتا مثلا في الجزء الديب بيبقى عندك 10 هرتز الفريكوانسي، 10 هرتز يعني اكتر فريكوانسي رينج مثلا شفناه حوالي 40 50 هرتز، حاجه يعني صعبه، يعني ما تقدرش تشوف الحاجات الكبيره قوي يعني. تمام يا دكتور. تمام، شكرا. ألف شكر لحضرتك يا دكتور. عفوا يا دكتور. عفوا، شكرا يا دكتور لحضرتك، حقيقي استفدنا كتير. عفوا عفوا، ده شرف لي. شكرا لوقتك ومجهودك يا دكتور، وان شاء الله نشوفك على خير باذن الله. عفوا، اشوفكم على خير بامر الله. شكرا لحضرتك يا دكتور. عفوا، اهلا وسهلا. شكرا يا دكتور، شكرا. اهلا وسهلا، اهلا بك، اهلا وسهلا. شكرا يا دكتور، كتر خيرك. عفوا يا شباب، عفوا. تمام يا جماعه، كده وي كونكلود ذا presentation. تمام.
تمام يا فندم. تمام يا دكتور. تمام يا دكتور. تمام تمام. نشوفكم على خير ان شاء الله. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام.